مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من بوكس تو بوكس. خلاص النهارده عيد الاهلاويه، يوم الافراح، اليوم لبس الهدوم الجديده، يوم الاعلان عن انتهاء الموسم بشكل يعني مميز جدا للنادي الاهلي اللي بيستلم درع الدوري الممتاز رقم 43 في تاريخه، ومن البطولات السهله اللي كسبها الاهلي ايضا في تاريخه. سهله لان الاهلي في هذا الموسم كان مكتملا، يعني عدد من النجوم كبير جدا، مجتهدين جدا، طموحين جدا، لاعبين على قدر المسؤوليه، جهاز قدر يحط ايديه على نقاط القوه والضعف لفرقته ويبني فريق قوي جدا جدا ومميز، وفريق قادر انه يكسب اي حاجه وكل حاجه واي حد وكل حد في موسم من المواسم اللي التاريخ سيذكر انه موسم تاريخي. فعلا النهارده الاهلي بيتوج، النهارده يعني احتفاليه كبيره زي ما احنا شايفين قدامنا، اللاعبين والجهاز الفني والاداريين وسط الجمهور مع مجلس الاداره، يوم كله احتفاليه. بصوا لابسين بقى الطقم الجديد وقاعدين يهزروا، ويعني مش عايز اقول لك احساس كل لعيب من دول لما بيقعد كده اكيد يفكر في لثواني مع نفسه ويفتكر المشوار من اول نص تسعة مع بدايه فتره الاعداد لغايه النهارده اللي هو 19/7، ويبقى الشريط كده بيمر قدام عينيه بكل ما فيه من ماتشات صعبه وماتشات قدام منافسين جادين جدا لما بيواجهوا النادي الاهلي. شفنا النهارده حرس الحدود بيعتبر نفسه رغم هبوطه لدور الدرجه الثانيه او القسم الثاني ومتزايل الجدول، بس بيعتبر مجرد التعادل مع النادي الاهلي النهارده حرس الحدود اجتهد جدا وعمل مباراه كبيره جدا وظفر بنقطه التعادل، بيعتبر ده اكيد في حد ذاته بطوله كبيره جدا للنادي الاهلي. النهارده الافراح كمان بتكتمل بوجود امام عاشور في المدرجات ونزل ارض الملعب عشان يحتفل مع زملائه الجدد، وبصفته لعيب جديد في النادي الاهلي بياخد درع الدوري او بيحط ايديه على درع الدوري او بيحتفل مع زملائه بدرع الدوري عشان يبقى فال حلو عليه مع هذه الكتيبه، كتيبه الحقيقه تستحق الشكر، تستحق الثناء، تستحق التقدير. ويعني انا لو عندي كلمات اقوى من كده هقولها، لان الاهلي السنه دي عمل كل حاجه. كل التحية لمجلس الإدارة اللي قدر إنه يوفر كل هذا الاستقرار، كل هذا الدعم المعنوي، كل هذا الدعم المالي، كل هذا الدعم الفني من لاعبين ومن جهاز فني قوي جدا متكامل الحقيقة. كل الطلبات كانت مجابة، مجلس إدارة غير متهور، رغم إن في بعض الأوقات اللي الأهلي تعثر فيها إلا إن أول واحد كان أو أول مجموعة كانت بتمد ايديها للفريق وتخليه ينهض بسرعة ويكمل كان مجلس الإدارة بهدوءه وبكياسته وباستقراره وبرغبته في الاستمرار في الانتصارات. نادي الأهلي السنة دي كسب بطولة كأس السوبر المصري، وبعد كده كسب بطولة كأس مصر، بعد كده كسب السوبر المصري المرة الثانية، بعد كده كسب دوري أبطال إفريقيا، بعد كده كسب الدوري الممتاز المصري. أدو قدامنا هو إمام عاشور والزملاء الإعلاميين والصحفيين والمصورين والجماهير كلها بتحتفل بإمام عاشور. أدي كهربا اللي قدم، يعني رغم ان هو بس من يناير ظهر بعد 11 يناير الا انه عمل موسم تاريخي بالنسبه له وشارك مع الاهلي في كل الانجازات. ادي الثعلب السويسري اللي قدر بهدوءه وبحنكته وبخبراته انه يلملم الفريق بسرعه بعد الموسم اللي فات اللي صعب، وقدر انه هو يحقق انتصار تلو الاخر تلو الاخر تلو الاخر، وثق في فرقته فمنحته فرقته كل ما يتوقعه، كل ما يتمناه وما لا يتوقعه وما يتوقعه. قدر الحقيقه مارسيل كولر يحقق كل الالقاب ويحقق كل الانتصارات ويحقق كل الانجازات عشان يبقى مدرب مسجل في سجل المدربين التاريخيين في النادي الاهلي. يستحق كل الفرحه اللي على الوجوه دي، يستحق مجلس الاداره زي ما قلت لكم الثناء والتقدير، يستحق الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر الثناء والتقدير، يستحق كل اللاعبين بدايه من محمد الشناوي ومعاه زملاء علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، والمدافعين بدايه من محمد اكرم توفيق طبعا وكريم فؤاد ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح اللي جه في شهر يناير، وخط الدفاع بالكامل محمد عبد المنعم وياسر
ابراهيم ورامي ربيعه ومحمود متولي وعلي معلول ومحمد اشرف ومروان عطيه اللي جه في يناير واليو ديانجو وعمرو السوليه وحمدي فتحي اللي احترف الوكرة القطري وكمان حسين الشحات واحمد عبد القادر وبرستاه وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشه وقندوسي وكريستو وكوكا وفخري كل نجوم النادي الأرافت خليل مش عايز انسى حد وكريم الدبيس مش عايز انسى حد من نجوم الاهلي اللي شاركوا على مدار الموسم واجادوا واسعدوا جمهورهم الحقيقه وجعلوا بالفعل المجهود الكبير اللي قام بيه مجلس الاداره بيتوج بكل هذه الانتصارات. وشفنا لقطه الحقيقه في غايه الروعه الكابتن محمود الخطيب وهو بيعانق ابنائه اللاعبين بالورود وبعدين طلب منهم يتجمعوا ويروحوا يحيوا الجمهور. البطل الحقيقي لكل هذه الملحمه والنجاحات الاهلاويه اللي تحققت مع الاهلي هذا الموسم. الحقيقه احتفاليه رائعه جدا في قلب استاد القاهره النهارده. ويمكن تعادل الاهلي مع حرس الحدود هيريح مارسيل كولر والله العظيم وهيريح اللاعبين وجات من عند ربنا عشان ياخدوا الاجازات. هو طول ما كان الاهلي بيكسب هم عايزين يحققوا النقطه 90 عشان يبقى حققوا رقم تاريخي لم يحدث من قبل يوصلوا للنقطه 90 كبطل للدوري. ما حصلتش في تاريخ الدوري المصري حد يوصل للنقطه 90. لكن بعد التعادل ده خلاص يقدر مارسيل كولر بما انه ده اصبح لن يتحقق او اصبح مستحيل يقدر يدي اجازاته ويقدر يشتغل على كده ويقدر النهارده يعني يمنح لاعبيه الراحه بعد هذا الموسم الشاق. وان كان النادي الاهلي بينتظر برضه راي اتحاد الكوره في طلب نادي الداخليه بتاجيل المباراه بتاعته في كاس مصر ميعادها 30/7 اذا اتاجلت بالفعل. فبالطبيعه تتاجل بعدها مباراه المصري. لو الاهلي كسب الداخليه هيلاعب النادي المصري وبالتالي هيتاجلوا للموسم القادم ويستطيع النادي الاهلي وجهازه الفني يدوا راحه اللاعبين ويعملوا برنامج كامل متكامل ما بين الراحه وما بين فتره اعداد عشان يبدا الموسم الجاي وهو جاهز للبطولات القادمه. معايا الكابتن رضا شحاته نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. كابتن رضا مساء الفل. استاذ محمد اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا كابتن رضا؟ حبيبي وحشني. الله يخليك يا كابتن. حبيبي. قول لي ايه اللي تقوله للاهلي بعد هذا الموسم الناجح جدا وشفت الاهلي السنه دي ازاي؟ يعني في البدايه طبعا يعني انا مش من الناس اللي بتقيس الفرحه في وقتها يعني. انا بالنسبه لي الفرحه دي ليها اسباب. ما فيش حاجه بتيجي كده طبعا بدون شغل طبعا. الاهلي انا دايما ارجع بقى شويه ورا الفتره اللي كان فيها تعثر وكان فيها مشاكل وكان فيها ازمات في النادي الاهلي. ازاي الناس قدرت تدير الازمه ده مهم جدا. او الثقافه اللي لازم تتغير عندنا ان انت تدير ازمتك ازاي عشان هي اداره الازمه هي اللي بتجيب النجاحات اللي احنا بنشوفها النهارده. مظبوط. ولكن احنا مشكلتنا ان احنا دايما نبص للنجاح بس. لا في عوامل كتيره جدا حصلت في النادي الاهلي عشان توصل لنقطه النهارده اللي احنا بنشوفها ان اللعيبه ازاي تكامل التكافؤ الفرص كلها الناس كلها بتاخد فرص زي بعض. الناس كلها راضيه سواء بيغير او بيلعب او ما بيلعبش الناس كلها الى حد ما راضيه. الحاجات دي ما بتجيش من فراغ. الحاجات دي بتيجي بشغل وبمجهود. وبقول هنا الشغل مش معناه ان المدير الفني او المدير الفني فقط. انت عندك اوضه لبس عمال عندك لعيبه عندك شغل اداري عندك شغل فني عندك شغل مجلس اداره. الكيان ده كله اشتغل عشان يوصل لنقطه النهارده. ما فيش حاجه بتيجي يا جماعه بالصدفه او بتيجي بدون عمل يعني. مظبوط. عشان تنجح لازم كل الناس تشتغل في اتجاه واحد وفي خط واحد. مظبوط. طب قول لي طبعا انت بتدي انه الاداره لها دور بارز في كل الانتصارات اللي موجوده دي. طبعا. مظبوط كده. ايه اكتر طبعا حاجه يعني تميز مارسيل كولر في رايك وانت راجل مدير فني ليك بصمتك دلوقتي في الدوري المصري؟ يعني ايه اكتر حاجه انت شايف ان هي بتميز مارسيل كولر واحد اسباب النجاحات الكبيره للاهلي هذا الموسم؟ وجهه نظري ان هو راجل بيشتغل كويس قوي. عامل الميكس اللي هو بيبقى صعب انه انت ازاي تحترمه وتخاف منه في نفس الوقت. وده مهم جدا 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 في الكوره. اللاعب المصري يحس ان انت مدرب عنيف وفي وقت شخصيه قويه رغم ان انت تبان هادي. بالظبط كده. انما هو شخصيه قويه. انا بقول لك من غير ما انا ما اتعاملتش معايا بس الشخصيه اللي قدامي بتقول كده. هو راجل عنيف جدا في الخروج عن النص.
هادي جدا في التعاملات مع اللعيبه، بدليل ان معظم اللعيبه انا بشوف كل ردود الافعال اللعيبه بتحبه هاديه وبتحبه بالظبط. الميكس ده عشان تعمله صعب قوي. حاجه تانية، انا بشوف ردود افعاله مع الجهاز بتاعه ردود الافعال بتبين ازاي في ميكس حلو يعني. في تفاهم الحقيقه مع جهازه جدا بالظبط كده حتى مع الكابتن سامي قمصان يعني بالظبط. ما انا اقصد ان في مصريين معاه ولكن الميكس اللي موجود ده مهم جدا ازاي تقدر تعمله ولو عملته تنجح. وده اللي واضح ان انا شايف ان معظم اللعيبه حتى لما بيعمل سيستة تدوير في الفرقه انت ما عندكش حد خارج، ما تحسش في الاهلي دلوقتي ان في حد مش موجود. ده بيشتغل وده بيشتغل وده بيشتغل، فالامور بالنسبه له هادي عشان هو حاطط ايده على المفاتيح خلاص بشكل كبير يعني. طب قول لي يعني كل لعيبه الاهلي تالقوا جدا السنه دي طبعا، بس مين اللي انت حسيت انه متالق جدا ومفاجاه بالنسبه لك؟ او يعني تالق ايه؟ ما اقدرش اقول مفاجاه، ولكن كهربا. انا بكهربا بالنسبه لي كان كان بالنسبه لي حاسس ان هو ممكن يبقى ما يبقاش في افضل حالاته في التوقيت ده، ممكن ياخد وقت شويه. لان لاعب متاخر طبعا جدا وبعد غياب سنه كامله ودخل بتاثير كبير ده مهم جدا. الدوشه اللي كانت حواليه يعني بالظبط. انا بشوف دايما ان الدوشه ما بتساعدكش ان انت تنجح. الدوشه بتبقى صعبه، التركيز بيبقى قليل، فكنت حاسس ان هو يعني هيبقى صعب عليه السنه دي ولكن مع الوقت هينجح. ولكن هو فاجئني ان هو فصل من ده كله واشتغل. ومروان خد بالك عكس شخصيته يعني، احنا كنا متعودين كهربا ما كانش كده، واضح ان هو كمان اتغير كشخصيه، كمان اتغير كتير. يا استاذ محمد انا دايما بشوف ان المنظومه لما حد بيدخل في وسط منظومه حقيقيه بكل واحد عارف شغله ايه. انا راجل رئيس نادي، عمري ما هلاقي رئيس نادي مدير فني، ما تلاقيهاش في الاهلي. فهو كهربا داخل عارف ان هو لعيب بس مش حاجه تانية، فدخل في سيستم خلاص الدنيا بتمشي والنجاح بيحصل. ده اللي بيفرق يعني. بعد كهربا انت شايف مروان السنه دي؟ مروان، لان مروان انا كنت بشوفه في الاتحاد لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر جدا. ولكن انا كان وجهه يعني انا كنت شايف ان مروان مش هيبقى لايق على الاهلي، احساسي الشخصي يعني. ولكن فاجئني صراحه، لا يعني انت ما تقدرش ان هو. طب ليه بتقول كده؟ يعني ليه قبل ما يلعب مش هيدي شكل الاهلي؟ لان الاهلي فيه سوليه وفيه ديانج وفيه القوه، وحمدي فتحي كان موجود حسيت وحمدي فتحي حسيت ان هو مش هيبقى شبههم، صعب يخش جواهم. بالظبط، هيبقى صعب. ولكن لما بدات الامور يشتغل ويدخل في وسط المجموعه لا انا حسيت ان هو اهم واحد في المنظومه. لان انت فعلا في وقت من الاوقات محتاج حد ذكي يعرف يهدى امتى ويلعب امتى ويظهر اللعيبه امتى ويقدر يعمل الكيمياء اللي تبقى الحاجه اللي ناقصه. يعني عندك ناس اقوياء، يبقى عندك حد عنده هادي بيعرف يستلم تحت ضغوط ما عندوش مشكله، دايما محتاج الكوره ودايما عايز الكوره ما عندوش ازمه وبيحل مواقف كتير جدا، وده اللي مهدي اللعبه في النادي الاهلي اكتر. توقعت الموسم الاهلي يحققه بكل النجاح ده يعني يكسب كل حاجه؟ لا كل حاجه لا، ولكن حسيت من الهدوء اللي الاهلي داخل بيه الموسم، ما كانش فيه عصبيه. وكنت شايف ان كل الناس عامله شغلها بزياده شويه، لان التعثرات اللي حصلت الفتره اللي فاتت خلت الاهلي كله بيشتغل بقلب راجل واحد. انا ما شفتش حد السنه دي واخد سكه غير السكه، انا لازم اكسب كل حاجه، وده اللي حقق النجاح في النادي الاهلي. صفقه امام عاشور شايفها ازاي؟ يمكن انا اكتر حد يبقى السؤال ده صعب عليه، لان امام عاشور احنا بنجيبه من 2019 لما كنت نائب في التعاقدات في النادي الاهلي مع محمد فضل، فاحنا كنا بنجيبه من قبل يعني، احنا مقتنعين بيه مليون في المية. انتوا كنتوا مضيينه اصلا؟ احنا مضيناه يعني. هو كمان انا اقصد ان احنا كنا مقتنعين بيه من بدري. فهو وصل كمان لحته حلوه جدا جدا. هو لعيب مؤثر، لعيب مهم. انا وجهه نظري اهم ميزه في امام ان هو ما بيزهقش يهاجم جدا. دي مهمه جدا وبالذات في الاهلي يعني. انت في الاهلي محتاج دايما حد، كان حمدي فتحي بيعملها بشكل كويس ان هو دايما في ال 18، دايما عايز اجيب جون، دايما متواجد بشكل كبير. فامام عنده الميزه دي، فده مهم جدا في النادي الاهلي. انت عندك 82، لازم يبقى ال 82 دايما في ال 18. لو ال 82 قالوا او وقفوا في نص الملعب بيعمل لك خلل، ما بلكش عدد كبير في ال 18، فبيعمل لك مشاكل كتيره. فانا شايف ان هو هيضيف الحته دي بشكل محترم يعني. كابتن رضا شحاته انا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق بقى الموسم الجاي. اذا كان يعني انا ما اعرفش هل انت لك خطوه قادمه يعني حددتها ولا لسه الامور؟ ان شاء الله قريب يبقى في حاجه كويسه باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق كابتن رضا شحاته، بشكرك شكرا جزيلا. نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. اكتر حاجه بمناسبه الكلام مع الكابتن رضا انا عايز يا ابني وانا بتكلم تشغل سطلانه. النهارده يوم السطلانه الاهلاوي يعني، النهارده يوم انا مش سامعها، يوم السطلانه الاهلاوي النهارده يعني، ده لازم.
كل الاهلاويه النهارده يشغلوا سطلانه. النهارده يوم العيد بالنسبه للاهلاويه، لان النهارده اليوم اللي بيحتفلوا بيه بالموسم الشاق ده. انا نفسي في نهايه الموسم حاسس اني هلكان يعني في اخر الموسم. والله حاسس اني هلكان بعد الموسم الشاق احنا كمان اشتغلناه يعني. فاللي عايز اقوله انه مارسيل كولر اكتر حاجه بتميزه بجد شجاعته. شجاعته دي بتظهر اولا في اصراره على التدوير من بدايه الموسم، وما عبرناش احنا الاعلام. احنا قعدنا نقول يا كولر ازاي ثبت ده معرفش ايه وعلوم كره، قعدنا نفتي احنا بقى، قعدنا نفتي. انت عارف انا الميديا لما بتفتي بتفتي يعني جامد يعني. ورغم كده الراجل اصر على اسلوبه وعلى طريقته وعلى قراره في انه يعمل تدوير مبكر. فاحنا حسينا بقيمه افكاره دي في الشهرين الثلاثه الاخرانيين، خصوصا في الادوار الاخيره من دوري ابطال افريقيا، وانت بتلعب الرجاء رايح جاي ماتشين صعبين جدا، الترجي رايح جاي ماتشين صعبين جدا، الوداد رايح جاي ماتشين صعبين جدا. اخر ماتشات في الدوري بعد ما خلصت بقى مع افريقيا وصلت للتوب فورم بتاعك، فطبيعي انك تنزل. ورغم كده الاهلي ما نزلش في الماتشات الصعبه اللي لعبها في الفاينلز، اللي لعبها قدام بيراميدز سواء في الكاس او السوبر وقدام الوداد. فالراجل احنا حسينا بقيمه اللي بيعمله ده، انه يصر، ولدرجه انه كان في ماتشات بيغير بالخمس وبالست وبالسبع لعيبه في الماتش الواحد، واحنا حسينا بده بعدين. لما بيتشال فلان وتحط فلان ما بنحسش بازمه، لما بيتشال فلان وتحط فلان ما بنحسش بازمه، حتى وبيغير اربع او خمس او ست لعيبه ما بنحسش بازمه. دي اكتر ميزه الحقيقه لمارسيل كولر، شجاعته بجد وثقته في نفسه وفي فرقته بجد، وزرع ده جوه اللعيبه. وزرع لما بيطلع مارسيل كولر في المؤتمرات الصحفيه ويقول انا ما عنديش لاعب اساسي وما عنديش لاعب احتياطي، انا حاسس ان اللعيبه جواها نفس الاحساس ده. يعني لما بشوف اللعيب بينزل سواء بيبقى غايب ماتشين ثلاثه ويبدا في التشكيل كاساسي او يبقى على الدكه وبعدين يلعب، بحس فعلا ان اللعيب متصدر له فكره ان مفيش اساسي ومفيش احتياطي. بص بقى الجمهور، طب علي لي كده الهتاف ده. بيهتفوا لامام عاشور. امام عاشور جوه نادينا، اسمع صوت السارينا. طبعا امام صفقه جماهيريه مفيش شك، ضخمه جدا جدا، ويعني زي ما بتقول كده اكتمل الفرح بصفقه كمان امام عاشور ووجوده النهارده وسط الجمهور. امام نجم كبير ولعيب كبير، سواء لما كان في الزمالك او حتى لما احترف في الدنمارك او مع منتخب مصر الفتره اللي فاتت. فامام يستحق الحقيقه الجماهيرية الكبيرة وفرحة الأهلوية بيه. جمهور الأهلي جمهور كبير، النادي الأهلي نادي كبير ونادي عظيم. لما تبقى صفقة إمام تعمل كل الاهتمام اللي احنا شايفينه ده، وأنا هوريكم بعد شوية الاهتمام حتى على مستوى العالم كان شكله إيه بالنسبة لصفقة إمام عاشور. خلوني أخد الكابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق. كابتن أبو مسلم مساء الفل. مساء الفل يا محمد. الليلة عيد. نعم الليلة عيد على الأهلاوية. طبعا طبعا مبروك ومبارك لك، خلي بالك ومبارك لجماهير النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي ومؤسسات النادي الأهلي كل موجود في النادي الأهلي طبعا. والنهارده يعني عارف أنت بيبقى يوم التتويج ده أو يوم إحساس إن الموسم بينتهي وأنت محقق كل حاجة، إحساس مختلف متهيألي يا كابتن. طبعا النهارده يعني مجهود السنة كلها موسم شاق جدا كمان يعني. وبيضيف على كده كمان ان انت كمان يعني زي ما انت المفروض تدي جايزه لاسرتك واولادك الموجوده اللي كانت بتساندك الفتره اللي فاتت كلها، شايفين النهارده لعيبه النادي الاهلي كل الناس موجوده وعائلاتهم يعني موجودين. ما كنا بنلعب احنا زمان كانت الموضوع لعيبه بس. لا دلوقتي بقت المنظومه مختلفه، دلوقتي انت بتشوف الناس كلها موجوده، كل السبورت موجود، كل الناس كلها موجوده، حاجه مميزه. ودي ده مش غريب على النادي الاهلي، ده طبيعه النادي الاهلي اللي هو على طول كل حاجه بتقدم، اول حاجه بيعملها في مصر كلها النادي الاهلي. كابتن احمد ابو مسلم كان معايا من شويه كابتن رضا شحاته وسالته سؤال هساله لك برضه، ايه اكتر حاجه شايفها ميزت مارسيل كولر هذا الموسم؟ اكتر حاجه ميزت مارسيل كولر النهارده يعني الفتره اللي فاتت دي كلها روتيشن. يعني روتيشن لما نتكلم عن روتيشن كان بيعمل شكل مميز جدا. والحاجه الثانيه العنصر التهديفي، يعني انت لما بتتكلم النادي الاهلي مثلا النهارده كده جايب مثلا 64 هدف متهيألي في الدوري، جايب 63 جول. 63 جول وداخل فيه داخل فيه 10 بس يعني 10 كان 9 قبل ما يعني 53 جول. طبعا فانت بتتكلم احصائيه يعني بشكل كبير جدا، مميزه بشكل كبير جدا. لو جبت تقارنها كولر او
مع موسمين هتلاقي مختلف. النادي الاهلي في العنصر الهجومي التهديف عالي جدا، يعني اقوى خط هجوم في الجدول النادي الاهلي، الجدول الدوري النادي الاهلي، اقوى خط دفاع النادي الاهلي. فدي ميزه كبيره جدا مارسيلو كورة اللي عملها. ضيف على كده كمان استاذ محمد، لازم نقول نقطه نتكلم عليها، مارسيلو كورة شارك 35 لعيب النادي الاهلي، يعني ما عدا ايمن اشرف ما اشتركش. انت بتتكلم اللي القايمه كلها شاركت، حتى ثلاث الحراس مرمى ثلاثه اشتغلوا. مظبوط، كل اللعيبه اشتركت. مظبوط، كل اللعيبه ما عدا ايمن اشرف الوحيد اللي في قايمه النادي الاهلي ما اشتركش، ايمن اشرف بس، كل اللعيبه شاركت. دي بقى عكس موسيماني، موسيماني كانت 11 12 لعيب الموجودين او 13 لعيب. يعني شوف الراجل اصلا يعني ما بيعتمدش على حد معين، يعني النجم الوحيد هو الفرقه. اي حد هيشتغل هينزل يأدي، اللي هيأدي مش هيبقى ليه مكان، والدليل على كده شوف انت لما قندوسي قل شويه بعد، يعني بعده عن الفرقه، في ناس هناك ابتدت تقل، ابتدى يبقى ليها اتجاه ثاني. فعشان كده بقول لك مارسيلو كولر ده اللي مميز مارسيلو كولر، هو بيعتمد على الجماعيه بشكل كبير في اللعيبه. طب قول لي اكتر لعيب تقدر تقول انه كان مميز، كلهم كانوا مميزين طبعا ومتالقين، لكن اكتر حد فاجئك في تالقه الموسم ده يا كابتن احمد؟ اكيد طبعا بيرستاو، بيرستاو مختلف يعني. فاجئك؟ انا بيرستاو طبعا فاجئ مصر كلها، خلي بالك يعني بيرستاو احنا من اول ما جينا كان هو مكيسوني، كانت الدنيا مختلفه بشكل كبير، الناس كلها بتتكلم ده ايه ده؟ يعني مش ده مستوى النادي الاهلي، بس لما جه كولر الدنيا اختلفت، الدنيا اختلفت حتى في الاداء بتاعه. ثقه، بيشتغل بشكل مميز، هو طبعا هو عمل طفره في اللعيبه كلها زي ما انت قلت. بتتكلم مثلا يعني انا محمد هاني برضك من الناس اللي اتفاجئ ان السنه دي اللي مختلف، الموضوع مختلف بالنسبه له. فلا كولر يعني طور اداء اللاعبين بشكل كبير جدا. بس طب صفقه امام عاشور شايفها ازاي؟ لا صفقه كبيره، صفقه مميزه طبعا، امام عاشور من اللعيبه المميزه جدا في يعني موجودين الفتره اللي فاتت، حتى كان موجود مع نادي الزمالك او منتخب مصر. وخلي بالك استاذ محمد، امام عاشور انا بقول لك دلوقتي عشان تبقى عارف، انا بقول لك تصريحات قبليه، العنصر السلوكيات بتاع امام عاشور هتختلف مع النادي الاهلي. يعني جوه المنظومه بتاعت الاهلي. بس النادي الاهلي منظومه سيستم بيشتغل عليه، فهو هتلاقي يعني امام مختلفة. صفقه تستحق الضجه الجماهيريه الكبيره اللي موجوده دلوقتي. طبعا امام لعيب كبير، خلي بالك انت لعيب عندك مميزات، لعيب بيشتغل عنصر اي هو جوكر في الملعب، طبيعه احمد فتحي تلعبه باك رايت يلعب نص ملعب يلعب، تلعبه افرا يلعب نص 10 يلعب، فامام عاشور لعيب مميز. ثاني حاجه هو عنده ميزه بشكل كبير جدا ان هو بيقدر يسدد برجليه يمين وشمال زي بعض، يعني اللعيب اللي عنده الجراءه اللي بيقدر يبقى على الجون ايجابي، امام عاشور دي فيه بشكل مميز جدا. تمام. العنصر الثالث اللي هو السن بتاعه مختلف، يعني لسه صغير في السن، يدي سنين طبعا، وبعدين الاهلي مضيه 5 سنين مؤبد يعني. خلاص بقى النادي الاهلي انت عارف النادي الاهلي لما ياخد حاجه خلاص يعني يعني مش هزار، مفيش هزار طبعا. انت دخلت خلاص لازم مفيش بقى، انت هتمشي نفس السيستم اللي انت شفت، حتى لو جينا نتكلم كهرباء قبل النادي الاهلي مختلف غير النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيخش الاهلي طبعا منظومه مختلفه. النادي الاهلي منظومه متكامله، فطبيعي انا بقول لك امام عاشور هيبقى مختلف، مش هتسمع اي حاجه عن امام عاشور الفتره الجايه، هتلاقيه مميز جدا مع النادي الاهلي ان شاء الله. مظبوط. كابتن احمد ابو مسلم ببارك لك تاني وبشكرك شكرا جزيلا، وانا قصدت اختم مع الكابتن ابو مسلم بامام عاشور عشان المهندس اللي يعني كلمه السر، هو هيقول لي لا دلوقتي انا عارف وهيترفع وبتاع من نفسه مش عارف، لكن انا بقول لكم يعني كلمه السر معانا على التليفون المهندس عادل القيعي رئيس شركه الكوره في النادي الاهلي. مساء الفل يا باشمهندس. كنت هنقول يا استاذ شبان اهلا بحضرتك. كنت ايه؟ هتقول لي ايه؟ لا مش هقول لك حاجه، انا عايز اسمع منك. ما انا بقول انت هتعمل بقى تقول لي انا ماليش دعوه فانا بقول ان 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 الصفقات بتبان من الاول، يعني صفقه ضخمه زي دي الحقيقه على المستوى الجماهيري وعلى المستوى الفني صفقه كبيره للنادي الاهلي امام عاشور، وانت اكيد حضرتك ليك دور كبير في الصفقه دي. هقول لك حاجه عشان تبقى فاهم. اتفضل. من ساعه ما جه مستر كولر الراجل كان له كلام محدد جدا. انا مش هجيب صفقات الا لما تكون بتشكل اضافه. تمام. وهناك ثقة من إدارة النادي العليا، لأن هو عنده أعلى كواليتي المفروض في النادي في الفرقة يعني. وهو يعني النقطة اللي هقولها لك دي مهمة جدا. عنده ثقة من إدارة الأهلي العليا والمفوض عن شؤون الكرة تحديدا كابتن خطيب، نتيجة متابعته وممارسته العمل مع مستر كولر، إن الراجل ده لا ده راجل هادي وموضوعي كابتن عادل الخط قطع. الخط راح يا شباب. كابتن عادل سامعني؟ كده الخط قطع، معلش اخر جزء انت بتقول لي انه ما هو في حد بيلح وعمال
بيطلبني يعني. معلش يا كابتن، انت الخط قطع وانت حضرتك بتقول لي ان الراجل مش يعني مش اي صفقه يعني. الراجل كلامه انا لن وهادي اطلب صفقات الا اذا كانت تشكل احتياج فعلي واضافه حقيقيه. يعني هو عنده مقتنع ان فرقته كويسه وشبه مكتمله، ولكن عايز يعمل ابجريد في بعض يعني مراكز قليله جدا علشان التحديات بقى اللي ايه اللي جايه. هو الراجل عايز يكسب بنفس الطريقه يكمل مشواره يعني. ودي يعني واجده صدمه طيب وقبول وثقه لدى الكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي طبعا. ومن ثم احنا شغلنا في هذا الاتجاه، ولذلك الناس تقعد تتكلم احنا شغلنا في عدد محدود. يعني احنا بيجي لنا اختيارات كتيره بتتعرض عليه بتنتهي الى عدد محدود جدا من الاسماء بالاولويات. فانت مركز مواردك دلوقتي بشكل اكثر تركيزا في عدد محدود. يعني مش القصه مش عدد، مش 6 7 8، لكن حتى لو جبت 3 4 انت بتجيب. واللي مساعد على كده طبعا ان الفرقه مساعداك، لا هي مش محتاجه عدد كبير من الدعم. مظبوط. انما يعني الراجل قدر يعني انت تشعر ان اللعيبه القديمه دي بقت لعيبه جديده. يعني انت بتشوف لعيبه كما لم تراها من قبل. مظبوط. وكانها صفقات جديده. الو سامعك كابتن عدلي. بتشوفها بشكل وكانها يعني النهارده بعد ما كان بيرشتاو الناس تقول وناس تقول لا، بيرشتاو النهارده اجماع، كابتن الشحات اجماع، هاني اجماع، قبل الاصابه كان اكرم وكريم. مظبوط. سيطره على الناحيه اليمين تماما ومتالق كبير. حاجه مبدعه، يوم يخش عليك لعيبه في الشتاء تبص تلاقي يعني خالد عبد الفتاح بيلعب لك ومروان. مظبوط. وسوق بطه النهارده يعني انه يعني هو يعني الجول اللي جه هو متضايق من نفسه طبعا، بس ما يعني الراجل عامل اداء جميل جدا مع النادي الاهلي طول الموسم. مروان زي الكوره خدعته، مش خدعته، هي في حته كريتيكال جدا في السكس يارد، وشه مواجه للجون وهو بيجري وعايز يحط رجله وعايز يسحبها، يعني هي مفهومه يعني انه ممكن خدعته شويه. طب الهجمه الوحيده يعني حاجه، انما هي مشيئه يعني. هو النهارده يوم احتفالي اكتر، ممكن يمكن يكون ده سبب ان ما فيش اجازات للعيبه او حاجه بدل النقطه 90 دي. لا 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 لا، ما انت لو فكرت بالطريقه دي هتتضايق، لكن هي مش كده. هي انت دلوقتي يعني فاضل لك ماتش واحد وربنا يعديه على خير، ماتشين، وتبقى عملت برضو موسم ماتشين يا كابتن، ماتش بيراميدز وماتش المصري، ماتشين. ماتشين كبار، ماتشين كبار طبعا. طبعا مع بيراميدز والمصري. فانت المهم يعني طب انت كنت عايز تقول ايه بقى؟ كنت عايز اسالك كابتن عادلي، انت في صفقه امام عاشور طرح طبعا، والاسم طرح وبداتوا التفاوض اكيد معاه مع الوكلاء بتوعه، يعني عايز تقول لنا حاجه في القصه دي ما اتقالتش؟ عايز اقول لك امام عاشور رجع. الراجل طلبه تفاوضنا معاه، قال ايوه انا عايز اقعد مش عايز ارجع تاني. من الدقيقه الاولى هو بيفضل النادي الاهلي. من اول ما رجع على طول من الدنمارك يعني بدات التفاوض، تقدر يعني بعد مثلا اسبوع كده ولا حاجه ما بدانا نشعر انه مش عايز يعني انه قاعد. تمام. يعني بدا الحوار وتزامن يعني احنا يعني على طول برضو كلمنا الوكيل وكلمنا النادي بتاعه. وقتها على طول يا كابتن. يعني ما هي مش يعني ما يعني ايام، هي المساله خدت الايام على ما اتجمعت الايرادات وتاكدنا من رغبته، وبعدين نروح النادي ما عندهمش مانع، طب خش نتفاوض، طب الوكلاء مش يعني فيها تفاصيل، مش تفاصيل بقى كتير. العمل يعني تفاصيل كتير. امتى يا كابتن اتحسمت؟ يعني حسيت انها اتحسمت خلاص؟ لا هي اتحسمت بالنسبه للامام، لا محسومه من بدري. لا هو الراجل ما كانش يعني بيلاوع ولا بيكسب ولا بيخلص. التفاوض معاه كان سهل ولا 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 غلبك شويه يا كابتن؟ خلاص لا مفيش غلب، مفيش غلب حاجه. انت مش حاجه بتغلب عليك. انا هقول لك لا على النادي مفيش حاجه يعني
لا اصل انا شاهد عارف عيان لو على ما مشيتش بالطريقه دي. انا شاهد عيان على حاجات قديمه مش عايز اتكلم. يا ده انت شاهد، ده انت حضرت معايا مره احنا... في ال... ده احنا تاريخ في المرسى. انا احنا تاريخ يعني، شفت أيوة. حاجات كتير، فانا يعني... عارف ان انت حضرتك لا تيأس ابدا. لا مش انا يعني، هو بص مدرسه الاهلي انك انت عايز تجيب صفقه ما تعملكش مشاكل. يعني ايه ما تعملكش مشاكل؟ ايوه هي مهمه وكل حاجه، بس انت كمان عندك لعيبه ومهمه جدا. فانت عايزه يجي في اطار هؤلاء اللاعبين، وده اللي حصل. الراجل ما اتكلمش في هذا الامر. يعني خد الفئه الاولى اللي عندنا بنفس امتيازاتها، ومبسوط ومقتنع يعني ما كانش ليه طلبات زياده ولا اي حاجه. لا 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 الحمد لله تمام، شاري النادي الاهلي. واهم حاجه بقى دلوقتي مشكلته مشكلتنا في قدر التوقع والتربص لهذه الصفقه. هو توقع النادي الاهلي ان يبقى يدينا يعمل ازاي، والتربص بقى اللي نفسه مع كل كره ما هتطلع بره فوق العرض هيحصل. بس هو لعيب كبير وفي نادي كبير وجمهور كبير. بقى طبعا انت امام في ايدك طبعا كتابه التاريخ لامام عاشور ومع النادي الاهلي طبعا، التزام واجتهاده طبعا 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 يا كابتن. طبعا باذن الله ربنا يوفقه. انت كابتن شخصيا كابتن عادل القيعي قعدت مع امام امتى فيس تو فيس يعني؟ ما هو ما فيش تفاصيل بقى في القصه دي. ما انا مش هقول لك فين، انا ما قلتش فين، انا ما قلتش لا في المنصوريه ولا قلت احنا ممكن نرسم سيناريوهات وحد بينفذ مش بالضروره. لا يعني بس انت قعدت معايا يا كابتن. يا كابتن شبانه يا كابتن عادل، لست بصدد الكلام عن عادل القيعي. دلوقتي احنا بنتكلم على لعيب جاي بنظام النادي الاهلي، وهو جه لمين؟ ليه جاه لعدلي ولا لا؟ ما انت حضرتك برضه حضرتك مسؤول في منظومه الاهلي. وانت لا لا نفسي اي فضل طبعا في اي صفقه من يوم ما دخلت النادي الاهلي. تمام، الفضل الاول والاخير للنادي الاهلي طبعا، واسم الاهلي كبير طبعا واسم الاهلي يعني. طيب. احنا كشركه كوره حطينا سيستم للشغل، ما بقاش حد محتاج يناقش. مظبوط، انت بتجي بتلم المعلومات عن اللعيب، طبيه اداريه سلوكيه، تاريخه، مشاكله، طبعا المستوى الفني، احصائياته الفنيه. ده انت ده العلم بيدي لك الطاقه الحراريه، يقول لك بيجري في الملعب. وكل ده يا كابتن رصدينه، وكل ده رصدينه، كل ده بيتحط بقى قدام المختصين من خلال العمل اللي شركه الكره بتجهزه مع الاداره. التعاقدات اللي الحقيقه لازم نحيي امير عامل مجهود كبير طبعا. ويعني انا عايز اقول كل الناس في النادي الاهلي بتعمل باخلاص. بس طب الكابتن عادل ليك تعليق على قصه المبادئ والحواديت اللي عماله تتكلم؟ ما انا قلت لك خلاص بقى مش هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير، لان ده هو المقصود. هو على فكره صدقني والله في ناس مش واجعها المكسب والخساره، لكن واجعها حجم الاحترام والتوقير والشموخ والعراقة اللي النادي الاهلي بيتعامل بيه على مستوى العالم. هو عايز ينال منك في الحتة دي صدقني. هتقول لي بقى امام، هتقول لي عباس، هتقول لي حسين، هيفضل يكلمك دي المبادئ كل كلمة، وكأنه يبتزك بهذه الكلمة. تمام، انت خليك في حالك، انا ما طلبتش منك لا تعجب بيا ولا تعمل اللي انا بعمله. مزبوط. انت اتكلم وانا هشتغل ومالناش دعوه ببعض. وعلى فكره انتوا السنه دي خدتوا انتهكتوا النهج ده، اشتغلتوا وحققتوا كل حاجه السنه دي. كان موسم صعب عليك يا كابتن عادل، انت كان موسم صعب انك انت ما تقدرش تسترد الارض المفقوده. لان انت طول ما انت في حاله تنافسيه يا محمد في خطوره ان حد يعبث باتجاه البطولات. قرار غلط، عدم توحيد المعايير، مش عارف ايه. ده انت الدوري السنه اللي فاتت راح في ماتشين تعادل، واللي قبليها نفس الشيء، واخد بالك؟ فانت لا اللي فات لا، لان انت كنت خلاص خدت موقف انك انت عايز تريح الفرقه اللي قبليها ماتشين تعادل. مظبوط، يعني انت والتعادل كلهم مثيرين للجدل. فانت كان ينبغي انك انت، وده اللي كان موتر الناس في بدايه الموسم. يعني لما كنا بنتعادل كانت الناس تقول لك هنعمل بقى زي السنه اللي فاتت. فكان سرعه استرداد اللعيبه والجهاز الفني للمستوى الفني بتاعهم والرغبه والنهم
في المكسب هي اللي امنت على بس المكسب. انتوا يا كابتن كان لكم قرار تاريخي بتاع نهايه الموسم اللي فات الشهر الاخير هو ده شوف بقى انت قلت ايه بصراحه احنا كان ممكن على فكره نقعد نشتكي التحكيم وكان عندنا حق ونشتكي الاجراءات وكان عندنا حق خدتوا قرار جريء جدا ونشتكي جدا. مش عارف الظلم اللي حصل في افريقيا ونعيش فيه ده احنا السنه دي اتعلمنا ان احنا ما نشتكيش وما نعملش اعمل اللي انت عايزه وانا هركز في شغلي في واجبي فكانت النتيجه انك يعني ثبت بالفعل ان دي هي سياسه مسؤوله يعني. كابتن عادل وحضرتك معانا في كم صفقه الراجل طالبهم باقيين؟ خليها بقى دي بيننا وبين الاداره واللي بيخلص بنعلن عنه. يعني اكتر من اربعه ولا خلينا بيننا وبين الاداره و طب في اجنبي تاني جاي قريب خلينا بين ما يا كابتن عدي ما انت لازم يعني مش هقدر اتكلم ده يوم السبت الراجل جاي اذا كنت انا كل تعليماتي ده الراجل جاي يوم السبت كل تعليماتي كل تعليماتي لمجموعه العمل ان مفيش حد في البيت عندك يعرف انت بتعمل ايه اوكي فأنا ما يا كابتن عدلي خد بالك انا ممكن انزل السوق تاني واقعد ابقى الف وراك ما هو كل الناس نزلت السوق وكل الناس بتتكلم وعلى فكره الناس بعد ما يحصل حاجه يقول لك ما احنا قلنا ما انت لازم هتقول حاجه في النص طب ان انا عاجبني لقطه دلوقتي في في الملعب بتاعت ايمن اشرف طبعا الراجل ده محترم قوي طبعا وهو في بيته والجمهور اهو عمال بيحييه يعني امبارح على فكره كان معايا في مداخله وقال كلام الحقيقه برضو بيديك انطباع عن النادي الاهلي يعني قال ان الكابتن الخطيب قاعد معاه وقال له اللي انت عايزه نعمله حتى لو عايز تكمل الكلام ده اتقال لغيره واتقال له وهيتقال لغيره العبره مش ان الكلام يتقال العبره ان المتلقي يعلم قدر النادي ويعلم قيمه هذا الكلام فما يخرجش لا عنده مراره ولا غصه ولا بتاع ويطلع يعني وحاسس ان هو مازال في بيته وانا ليا كلمه هؤلاء الاوفياء المخلصين مثال ايمن اشرف معاهم مفتاح البيت مش محتاج يستاذن اي وقت يبقى موجود في النادي الاهلي تمام افتح وخش تمام كلمت سوزه اصله كلمني سوزه ايه دوده ده لا اصل كان بيكلمني فقال لي سلم لي على المهندس عدلي طيب الله يسلمك اذا شفته قول له بقى الله يسلمك كلمت سوزه اصل كلمني سوزه ايه دوده ده لا اصل كان بيكلمني فقال لي سلم لي على المهندس عدلي طيب الله يسلمك اذا شفته قول له بقى الله يسلمك باشمهندس عدلي يعني انا عارف ان انت برضو حضرتك بجانب الصفقات واهتمامك بالشان ده بحكم حتى التاريخ يعني وبحكم حاليا منصبك كرئيس شركه الكوره الا انك برضو بتماركت كل حاجه يعني برضو الجانب التسويقي ما احنا عندنا اصل يا جماعه انتوا احنا مركزين على فكره انك تجيب صفقه شغل الكرة اشمل من كده بكتير انا فاهم عشان كده احنا عمالين نتكلم في تفاصيل احترافيه زي الانديه الكبيره قوي بره يعني باذن الله في اقل من سنتين هتلاقي النادي الاهلي ده بيشتغل اكنه المان يونايتد طب انا 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 يعني انا عارف ان في مؤتمر مفترض قريب كبير للاعلان عن استاد الاهلي والاعلان عن شغل كتير هيحصل الفتره الجايه مش كده المفروض يعني ان شاء الله كل الامور ماشيه بمجهود خرافي الكابتن الخطيب ومجلسه يسابقون الزمن ووصلوا الى مراحل متقدمه في الموضوع ده جدا حقيقيه متقدمه مراحل حقيقيه الحقيقه مش سايبين اي ده هيبقى كابتن طفره وانجاز يعني غير مسبوق ما هو ده حلم العمر بقى لانه هيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي حتى في العمل التسويقي يعني انت مثلا طبعا لما تيجي تقول ان ريال مدريد ولا البارسا ولا اي نادي في اوروبا ولا المان يونايتد 75% من دخله
من السيزون تيكت، انت مش عارف تبيع السيزون تيكت او البطاقه الموسميه لان مالكش ملعب، انت مش عارف تبيع كام بطاقه لان كل ملعب مختلف عن التاني. مظبوط مظبوط، ومش عارف هتلعب فين. وبعدين وبعدين السنه اللي فاتت مثلا كان الريال مدريد حتى قفل الملعب بتاعه عشان بيعمل اكستنشن جديد وبيزود المدرج بتاعه عشان ده بيفرق معاه جدا في الايراد، معرفش ما انا بقول لك 100 وكام مليون يورو. وبرشلونه عمل نفس الكلام عشان يكبر المدرجات لانه ده مصدر ايراد ضخم جدا. انا رحت اتفرجت والكلام ده مش النهارده يعني في اخر التسعينات، النادي بعتني رحت البرتغال ورحت انجلترا ورحت بلجيكا واتفرجت مستويات دوريات مختلفة وثراء يعني مش كلهم نفس الليفل المادي يعني عشان نقدر نعرف النموذج اللي نشتغل عليه ازاي. انت أنا في رجال اعمال بيشتروا المقصورات بتاعة المدرجات او يأجروها عشان يديروا اعمالهم منها ويعزموا اصحابهم يوم الماتش يقعدوا يشتغلوا وبعدين يتضيروا ناحيه الملعب يتفرجوا على الماتش وبيقضوا اليوم ويتغدوا. لا في افكار وانتوا في البلان بتاع الاستاد هتعملوا طبعا كل الكلام ده، كل الكلام ده بينا يتعمل ويتعمل المتحف كمان لانه دي النقله. طب والنبي لو لقيت ركنه كده يا كابتن عادل، مش انا مش عايز الحته الكبيره دي اللي بيقعد فيها رجال الاعمال، لو لقيت ركنه كده احجزها في متحف الشمس بقى الشمع بقى في متحف الشمع نعمل لك يعني الستاد. يعني بعد العشر دي حتى اعدي في متحف يا شبانه اه اتفضل انت هتعمل لك تمثال بصراحه. الله يخليك يا كابتن عادل، الله يكرمك، الله يخليك الله يخليك يا باشمهندس عادل. طيب اخيرا انا لاحظت حاجه، يعني امبارح انتوا حتى في صفقه امام انا لاحظت ان الاهلي حتى ماركت السوشيال ميديا، يعني هي الناس يمكن مش واخده بالها برضو ان من ضمن مش كده برضو ولا انا لا ده هي الاساس، طريقه الاعلان دي حقوق الرعاه وملايين المشاهدات يا كابتن يعني انا قاعد على الهواء اقول لك انا حاجه متعه عشان تعرف مدى الانضباط يعني يعني انا قاعد على الهواء في برنامج ملك وكتاب وهو بيتصور واخد بالك وجالي التليفون ان يعني تقريبا الامور خلصت تمام. فطبعا مين اللي لقط الكلام؟ ابراهيم المنيسي في البريك ابراهيم قلت له النبي ابراهيم رغم ان كان في قناه في بيتذاع على قناه بس انا خشيت من حاجه ان القناه تنزل صوره ولا حاجه فيها حقوق وفيها يعني طبعا جزاءات طبعا. وفيها يعني ما نزلتش الصوره طبعا منضبطه بتاعه الاعلان غير في في التوقيت الرسمي بتاعها فاحنا مسيطرين قوي على حته شهوه الانفراد والكلام الفارغ. معلش يا الميديا، لا الميديا كده يعني انت بتتكلم كمسؤول، لا يعني كل بس هي الميديا كده واحد يقول لك خد مني والكلام اللي هنا مش هسمعه في حته تانية وكلهم بيقولوا كده طب انت اول ما هتقفل انا هقول كده خد مني والكلام باشمهندس عادل تقدر توعد جمهور الاهلي انه لسه في صفقات بنفس القيمه انا بس عايز اقول حاجه انا الفرحه بتاعتي دايما بتظلمني ليه؟ لان فيها دايما مصحوبه في سته قلق مسؤول وخوف طبعا لان انت ما خوف من بكره ما طبعا يا كابتن ما دي المسؤوليه ده بيحملك مسؤوليه يا كابتن هي دي المسؤوليه بيحملك مسؤوليه يعني انا فاكر من كام يوم لو انا بتكلم عن اليوم اللي حسم فيه فوز الاهلي بلقب الدوري قلت كل الناس مبسوطه الا اكيد كابتن محمود الخطيب والناس اللي زيه اللي بيفكر في بكره فورا ان احنا اتعادلنا لا بفكر في بكره فورا هحافظ على ده شوفني وصلت لايه وحافظ على ده كله ازاي يعني هبقى مطالب ان انا السنه الجايه احافظ على ده كله ازاي دي مساله مش سهله مش تحافظ عليه عايز يعني ما عرفتش اتجاوزه ازاي لكن يا رب تحافظ عليه عندك دوري السوبر بقى يا كابتن عدلي هو ده الجيم الكبير لو قدرنا نعمل فيه حاجه يعني هيفرق في حاجات كتير طبعا هل انتوا بتبنوا فرقه فعلا لمونديال 2025 اللي هيبقى بقى 32 نادي وفي امريكا الذي يتوقف عن التطوير والتفكير في التطوير يبدا في الاضمحلال انتوا من دلوقتي بانيين يعني انت لو رميت حاجه اذا وصلت لنقطه السكون فوق تبتدي الهبوط فانت طول ما هي طالعه هي متامنه اول ما تقف تنزل حابب تقول حاجه لجمهور الاهلي يا كابتن في ختام حابب اقول له افرح وانبسط
وما تتجرجرش للاستفزازات، وعايزك بشموخ ورقي كده تتعامل مع المكسب، لا فيها شماته ولا غرور. مظبوط، ده كلام محترم، كلام محترم جدا. عايزين بقى نحس ان احنا كده مره بنستمتع بالكوره في حاجه تخصنا احنا، ما لناش دعوه بغيرنا. والكبير يترفع دائما، الكسبان اللي مضايقه ما تسيب الناس، الله يكون في عون اللي متضايق، ما تضايقوش اكتر من كده. مظبوط. كابتن عادل انت قريب هتبقى معانا امتى ان شاء الله؟ انت عايزني معاك؟ ده يشرفني. يا اخوي انت عارف انا جيلك مبروم على مبروم، ما يرولش ما تقلقش. لا انا جيلك زحف، انا جيلك زحف. لا ربنا يخليك يا باشمهندس عادلي، انا ربنا يخليك، انت راجل ليك قيمتك ومكانتك وقدرك كبير عندنا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. من ضمن الحاجات اللي انا كنت بكلم فيها الباشمهندس عادلي، وطولت شويه في المداخله لانه طبعا الباشمهندس عادلي لما بيتكلم راجل رئيس شركه الكوره بيبقى عنده كثير من الاخبار على راسه، انه خلاص الاهلي بيفنش كل شيء خاص بالاستاد بتاعه، هيبقى حاجه على احدث طراز عالمي. بيقول لك ان خلال سنتين، يعني شفت الكلام المهندس عادلي قال لك في البلان بتاع خلال سنتين الاهلي هيشتغل بنفس المفاهيم والطرق اللي بيشتغل بيها الانديه الكبيره، وده مثال حتى بمانشستر يونايتد. وانا كنت قلت لكم من هنا، من هقول بقى زي ما بقول لك، ناس تقول لك انت مش هتسمع غير عندي هنا، فاكرين من 10 ايام قلت لكم الاهلي بيجهز حتى لشراء نجوم كبار وعالميين خلال سنتين ثلاثه عشان يقدر يحط رجليه خطوه مهمه جدا نحو العالميه. وانا بتكلم على المهندس عادلي وبتكلم على السوشيال ميديا، بقول له امام عاشور تخيلوا انه لفت انظار الدنيا كلها ان الفيديو بتاع امام عاشور، وشوف مكانه وقيمه وقدر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. امام عاشور تخيلوا الفيديو بتاعه متشاف اكتر من الفيديو بتاع تقديم ليونيل ميسي. شوف ميسي في نادي ميامي بتاع انتر ميامي بتاع امريكا، تخيلوا ان امام عاشور محقق اكتر منه في نسب المشاهده. هقول لكم يعني بالارقام، يعني ادي امام عاشور اهو، بص امام عاشور 5.7 مليون فيوز، اكيد زاد دلوقتي. يعني وقت ما كنا بناخد سكرين شوت وقتها كان عامل ده بعد ما نزل ب 21 ساعه عامل 5.7 مليون مشاهده، عامل 126 الف شير زي ما احنا شايفين، عامل 78 الف كومنتس، وعامل لايكات 742 الف متابعه ولايك، بقى 5 مليون و9 دلوقتي. لو فتحت هتلاقيه بقى من 5 مليون و7 مشاهدات بقى 5 مليون و9، والشيرز زادوا 1000 بقى 127 الف، الكومنتات بقى 79 زادوا 1000، 754 الف الرياكشن او اللايكات والكلام ده. هنشوف بقى ليونيل ميسي، هتقولي يا شباب ليونيل ميسي النجم العالمي، وخد بالك انه كمان جمهور امام عاشور هو برضه في الاخر جمهور بتاعنا بتاع المصريين، وحتى المنطقه العربيه مهتمين جدا بالقصه دي. انما تعالى نشوف بقى ليونيل ميسي اموره عامله ازاي. ليونيل ميسي بص بقى 2.6 مليون مشاهده، التاني 5.9 مليون. ليونيل ميسي ده من 3 ايام انتر ميامي، يعني بقاله 3 ايام، يعني احنا عشان نعمل الحسبه تكون صادقه لازم نستنى على الفيديو بتاع امام يومين كمان، انما احنا قلنا امام 21 ساعه وليونيل ميسي بقاله 3 ايام. عامل 2.6 مليون مشاهده، عامل 35 الف شير فقط، امام عامل 79 الف، عامل 10,000 كومنتس، امام عامل كام يا شباب؟ امام عامل، ما تحطوا لي الاثنين جنب بعض، عامل 306، حطوا لي الاثنين جنب بعض عشان نعمل المقارنه، عامل 386 الف لايك فقط، امام عامل فوق ال 750 الف. فتخيل ده هتنفع تحطوا لي الاثنين جنب بعض؟ هل تخيلوا جمهور نادي الاهلي وعظمة نادي الاهلي؟ ولما كنت بقول لكم ان جمهور نادي الاهلي بيكتسح اي حاجه، وعلى السوشيال ميديا رقم 5 على مستوى العالم على فكره، ده الفيديو هو بتاع امام عاشور، ده دقيقه وكام ثانيه، يعني متهيألي ما كملش دقيقه ونص، مش كده يا شباب؟ دقيقه و20 ثانيه، ده تقديم امام عاشور اهو. هذا الفيديو اكتسح، والحقيقه اكتسح ليونيل ميسي، ودي حاجه الحقيقه من الحاجات اللي يعني انا بشوفها مصدر فخر كبير لجمهور النادي الاهلي. بص انا اهو قدامي اهي الارقام،
بص قسمها لنا اهو احمد طارق مخرجنا. بص 2.6 من 10 مليون فيوز. احنا قدامنا الاثنين دلوقتي مشاهدات 2.6 من 10 مليون، هنا مشاهدات 5.7 من 10 مليون. يعني تخيل امام عاشور يا ابن الايه امام ضعف وشويه ميسي في نسبه المشاهدات. اتعمل شير 35000 لميسي، 126000 لامام عاشور، يعني اربع اضعاف تقريبا ليونيل ميسي. تخيلوا اللي شيروا الفيديو بتاع امام اربع اضعاف اللي شيروا الفيديو بتاع ليونيل ميسي، مع الوضع في الاعتبار ان ميسي كل العالم المفترض انه بيشوفه. الكومنتات 78 10000 من ليونيل ميسي عملوا كومنتس على او علقوا على الفيديو بتاع ليونيل ميسي. امام عاشور 78000 كومنت. اللايكات طبعا ميسي 386000، امام عاشور 742000. اللي فيديو زي ده دخل الاهلي كام يا شباب؟ طلعه زي دي مثلا تعمل لها كام دولار دي؟ سواء على على السوشيال ميديا يعني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فلوس كتير يعني. فانا بقول يعني انه الجماهيريه الاهلي الضخمه كان لها دور كبير جدا طبعا في الموضوع ده. وامام عاشور صفقه الحقيقه كبيره جدا لا يستطيع احد ان هو يعني ينكرها. قبل ما اطلع الفاصل كمان وانت ساعات ما اتكلمش كتير في موضوع المبادئ والمزايدات على المبادئ، ووصف حتى ده قال انه ابتزاز يعني. وانا مش هعمل زي الناس واقول يا جماعه امام يعني، غير انه كان صغير او غير انه هو في الاخر كان لعيب بره الاهلي، غير لما لعيب في الاهلي يغلط يعني. يعني في الاخر انت لما تخش جوه المنظومه لازم تتمتع بتقاليدها يعني. مش هقول كده، لكن في الاخر الاهلي حر يعني. يعني كل نادي بيجيب لاعبين يعني. احنا لو جبنا الانتقالات بشكل عام اخر 3 4 سنين هتلاقي ليك تعليق على كل لعيب يعني. يعني في اي هات اي لعيب يعني، لو انا قعدت ادور ورا اللعيبه اللي جابها الاهلي، لو انا قعدت ادور ورا بيرسي تاو في مواقف، وسافيو حتى لما جه الاهلي كان عامل خناقه في بوليفيا، ولا بن شرقي لما راح الزمالك، لو انا جبت يعني الهيستوري بتاعته اكيد هلاقي حاجه يعني. فكل واحد حر يعني، في الاخر النادي الاهلي حر. لكن انا ما عجبنيش بعض الحاجات. مثلا شفت عصام الحضري، كابتن عصام الحضري عامل صوره، وريهاني كده يا شباب، مفيش مبادئ. ما عجبنيش عصام الحضري، هو دايما يتصور وهو بيتمرن، مع ان عصام ما بيلعبش، عصام مدرب يعني. هو الافضل انجازه في انه يؤهل الحراس، مش ان هو بيتمرن يعني. عصام خلاص بطل. يا كابتن عصام الحضري طبعا حارس كبير واسطوري وتاريخ عظيم جدا، لكن ما عجبتنيش منه دي. وبرضه انا مش هرجع اقول يعني المبادئ دي يعني. يعني انت كابتن عصام مش مشيت كذا وعملت كذا وسويت كذا ورحت الزمالك بعد كده، وبعدين عملت ما اعرفش ايه مع المنتخب سبته ورحت فين، مش هعمل كده، مش هتكلم كده. بس انا ما عجبنيش ده لان بعتبر دي مزايدات. في الاخر الاهلي ضم لاعب، التقييم فني يعني. تيجي النهارده تقول جينا بعد سنه قلنا سافيو صفقه غير رابحه للنادي الاهلي ومشي، نقول مروان صفقه رابحه للنادي الاهلي وكمل وتالق كده. التقييم في كره القدم كده، التقييم في كره القدم كده. هو احنا ميسي لو اتكلمنا عن مواقفه على مدار ال 15 سنه مش هنلاقي حواديت؟ هنقول انتر ميامي ما عندوش مبادئ او عنده مبادئ او وات ايفر يعني. فكانت حاجه غريبه جدا. بمناسبه الماركتنج، الاول بس اختم موضوع المبادئ ده، شفت بوست عامله السيد محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، هو شغله جدا القصه دي. الجرحي كان ليه دور في صفقه امام عاشور، فعمل بوست قال لك والان يعترفون بمبادئ الاهلي. يعني بيقول لك حتى لو انت النهارده بتعترض وتقول صفقه ضد مبادئ الاهلي على اعتبار كان في موقف لامام سابق، بس ده معناه ان انت بتعترف بمبادئ الاهلي. هو عايز يقول كده. محاولات بائسه لاخفاء حزنهم وخيبه امالهم بينما لا يرى الاهلي سوى مبادئه ومصلحته ومستقبل فريقه. مبادئ الاهلي تخص النادي الاهلي، لم يفرضها علي احد، وليس لاحد ان يستخدمها كسلاح ضده ولا ان يروج لمخالفتها او تخطيها. فمن لا يعرف المبادئ ليس من حقه الحديث عنها. مبادئ الاهلي راسخه منذ تاسيسه وتقاليده، يتوارثها ابنائه جيلا بعد جيل. ده الرد اللي قاله محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي على كل ما يصار في هذا الشان.
نطلع فاصل، نطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هنشوف تقرير عن مباراة الأهلي وحرس الحدود وليلة التتويج الكبير، وكمان تقرير عن إمام عاشور وهل سيتحول بالفعل لأحد الأوراق الرابحة اللي كان بينتظرها مارسيل كولر في إطار بناء أو استمرار البناء في النادي الأهلي لبطولات أخرى كثيرة قادمة ولا لا. ونرجع تاني. الحقيقة يعني من ضمن الحاجات اللي شدة جدا الأنظار في الساعات الأخيرة إنه النادي النصري السعودي رجع تاني يجدد فكرة ضم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي له في الموسم اللي جاي، وكمان إنه النصر السعودي ساب للأهلي كل المقترحات، يعني عايز بيع نهائي ماشي، عايز إعارة سنة أو سنتين بنية بيع ماشي، عايز بس إعارة سنة مش بنية بيع ويرجع لك ماشي، لأنه الشناوي الحقيقة متألق جدا مع النادي الأهلي السنة دي وعنده ثبات في المستوى، واحد عوامل الرئيسية لانتصارات الأهلي مع الكتيبة اللي موجودة والنجاحات الضخمة اللي عملها الأهلي في هذا الموسم. وانه الكلام انه العرض مغري، يعني ممكن تطلب 3-4 مليون دولار يقولك يعني العرض مغري، غير انه اللي هيبقى مغري كمان الراتب بتاع الشناوي. هو اكيد ان الاستثمار وان الفلوس اللي بتيجي من بيع اللاعبين خصوصا لما يبقى عرض مغري شيء مفيد للنادي، لكن في اماكن، وده رأيي وبقوله مرة واثنين وثلاثة وعشرة، في لعيبة لا، مفيش نادي كبير على مستوى العالم بدون حارس مرمى كبير. تمشي مدافع وتجيب مدافع له قيمته ماشي، تمشي حمدي فتحي وتجيب امام عاشور ماشي، تمشي صافيو او تمشي شادي حسين وبتجيب سوزة ماشي، لكن تمشي الشناوي ده هيبقى خطأ فادح للنادي الاهلي. حتى لو هيجي فلوس، حتى لو مطالب الاهلي يعوضه، الشناوي في المرحلة دي وفي مرحلة الاهلي اللي جاية وفي رغبات الاهلي اللي عمالة تتعاظم وانه يشارك في بطولات كبيرة وانه يلعب في دوري السوبر الافريقي وعايز يكسبه وراح كاس عالم في السعودية وكل الكلام ده، الشناوي مفهوش هزار. مع كل التقدير لمستوى حراس المرمى اللي معاك، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، حتى لو هيجيب حد، الشناوي في حتة تانية، لانه حارس المرمى بالذات بالاندية الكبيرة ده اهم عنصر، نص الفريق، حتى كده على مستوى العالم حارس المرمى ده نص الفريق. الشناوي بكل الخبرات دي مهما كان قدامك حارس مرمى انت بتقول لي مستقبل او هيبقى كويس، بس خبرات سنين طويلة جدا وثقة ضخمة جدا ومنافسين بيعملوا لك مليون حساب وحارس مرمك الشناوي. فالحقيقة ده الصفقة الوحيدة اللي لو تمت الاهلي اعتقد هيبقى خسر فلوس بس هيبقى خسر عنصر مهم جدا 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 في موسم قادم هيبقى صعب جدا جدا، لان الاهلي مطالب يحافظ على اللي هو عليه ده كسبان كل حاجة، وكمان ينافس على الحاجات الجديدة لو السوبر الافريقي او الدوري السوبر الافريقي اللي هيتعمل او كاس العالم للاندية اللي جاية في السعودية، هيبقى مطالب بحاجات كتيرة جدا. لكن في عرض اتجدد حتى الان لسه في كلام ده رأيي الشخصي. وكمان هسأل طبعا احد يعني النجوم الكبار اللي لعبوا للنادي الاهلي واحد المدربين الكبار واللي لهم اراء فنيه الحقيقه مهمه جدا، واحد اللي كسبوا دوري ابطال افريقيا في ال 11 بطوله اللي كسبهم النادي الاهلي كمدير فني، كابتن محمد يوسف. مساء الفل يا كابتن. الفل، مساء الفل عليك يا استاذ محمد، ومساء الفل على كل مشاهدينك ومعجبينك. والله زمان. طبعا ده احنا عشبه قديمه. وحشني جدا. انا والله بسعد وببسط لما بلاقيك متالق في الاعلام. الله يخليك كابتن. ويعني عامل دور كبير جدا سواء في الاعلام او حتى في النقابه، يعني ربنا يوفقك. الله يخليك كابتن. الله يخليك كابتن يوسف. الاول انا كنت بتكلم في قصه الشناوي، انت معايا في الفكره انه حارس المرمى الانديه الكبيره اللي بتنافس دايما على البطولات واللي لها مكانه مهمه، حارس المرمى نص الفريق وصعب جدا يبقى عندك حارس مرمى بالخبرات دي وتتنازل عنه؟ متفق معاك طبعا، اكيد الحارس بيمثل نسبه كبيره جدا في قوه الفريق.
خصوصا لما بيكون معاك حارس دولي ومصنف زي الشناوي، وبالتالي لما بيكون عندك بطولات وعندك التزامات ويعني وضغوط دوليه طبعا، ارتباطات دوليه زي النادي الاهلي بيلعب مثلا في افريقيا، هيلعب سوبر افريقي، عنده بطولات كمان انديه، يعني عنده بطولات بتمثل كاس عالم محليه او دوليه. فطبعا بيتمسك بالحارس بتاعه، وبيتمسك كمان بان هو يعني يبقى دايما عنده الترتيبات في مراكز، الترتيبات فيها حساسه جدا. ما فيهاش هزار، مظبوط. ليه بقى؟ لان مركز حراسه المرمى مركز نادر، مركز مش متوفر بشكل كبير، زي مثلا لو انت لعيب وسط ملعب مثلا، حصل حاجه، حصل اصابه لا قدر الله، او انت تقدر تجيب لعيب يعوض اللعيب اللي تقدر سهل تجيب، بتقدر سهل تجيب حد يعوض، زي ما مثلا مروان عطيه جيب في فتره انتقالات الشتاء اللي فات، مظبوط. انما مركز حراسه المرمى بيبقى من المراكز الصعبه والمراكز اللي محتاجه دراسه ومحتاجه متابعه عشان تقدر تستقر على حارس معين مثلا تضمه او حاجه. فالشناوي بيعتبر من الحراس المميزين، رغم طبعا ده ما يقللش من فرص علي لطفي وشوبير، احمد مصطفى شوبير، وعندك كمان حمدي علاء برضو كلنا شفناه في البطوله بتاعت المغرب الاخيره اللي هي بطوله افريقيا، عمل بطوله كويسه جدا وخد احسن حارس مرمى فيها. فده عامل تتابع، وعامل زي ما بنقول كده ايه، يعني تصنيف مترتب كويس جدا. اعتقد ان كلهم هيجي ادوار ليهم وهياخدوا فرص، لكن حاليا الشناوي بيمثل نسبه كبيره جدا من قوه النادي الاهلي. انت متفق معايا يا كابتن على الموضوع ده. طيب كابتن يوسف، ايه اللي تقوله النهارده للاهلي وهو النهارده بيحتفل بموسم كان صعب جدا وشاق جدا ومليان بالماتشات الصعبه والماتشات المهمه، وبعدين انهى الاهلي بكل النجاحات الممكنه، يعني كسب كل حاجه تقريبا؟ بص، هو النادي الاهلي دايما مواسمه كلها فيها صعوبات وفيها شقاء زي ما انت بتقول، يعني النادي الاهلي ما عندوش ماتش سهل، ودي ضريبه النادي الاهلي وضريبه لاعيبه النادي الاهلي ومسؤولين ومدربين النادي الاهلي، ان هو ما عندوش ماتش سهل. كل الماتشات اللي بيلعبها ماتشات صعبه، ماتشات بيطلب فيها بتحقيق الفوز. الفرق اللي بتلعب قدامه دايما دي ضريبه برضه لعيبه الاهلي، عايز تطلع كل لعيبه بيلعب قصاده، عايز يطلع كل اللي جواه، عايز يطلع كل جواه، وعايز يكسب النادي الاهلي. حتى شوف يعني النهارده مثلا مباراه غير مؤثره في الترتيب سواء لنادي الاهلي او لنادي حرس الحدود، ورغم ذلك هتلاقي لعيبه حرس الحدود النهارده عملوا ماتش كويس جدا، مجتهدين بصراحه لغايه اخر ثانيه متعادلين مع الاهلي، وبعدين جه هدف اتلغى وطلع الماتش تعادل. مظبوط. فحتى انا وانا بتفرج بقول ده الحرس لو بيلعب كده الماتشات كلها لا يمكن ينزل، لا يمكن ينزل، ما كانش يهبط ابدا. بالروح دي، مظبوط. فدي ضريبه الاهلي ودي ضريبه لعيبه الاهلي. فالموسم السنه دي موسم صعب، البطوله الدوري جايه بعد غياب سنتين، ودي حاجه مش يعني مش معتاد عليها جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي، ان الدوري يغيب سنتين متتاليتين. وبالتالي السنه دي كانوا مركزين جدا من بدايه الدوري على ان هم يعني يستعيدوا تاني الدرع ويستعيدوا البطوله، وفعلا النهارده خدوا الدرع وتوجوا طبعا بالبطوله 43 للدوري العام. يعني اكتر حاجه يا كابتن لفتت نظرك السنه دي في الاهلي؟ اكتر حاجه الالتزام والانضباط سواء خارج الملعب او داخل الملعب، اللي فرضوا كولر على الفريق، وده دايما بيؤدي الى الفوز بالبطولات. يعني الخمس ست بطولات الاهلي، خمس بطولات اللي فاز بيهم الموسم ده النادي الاهلي، خمس بطولات، اثنين سوبر ودوري ودوري ابطال افريقيا وكاس مصر. فالبطولات دي الثمن بتاعها هو الالتزام والانضباط، وان مفيش حد فوق الفريق، يعني كله بينصهر ويدوب في جوه الفريق، ودي حاجه مهمه جدا قبل الفنيات وقبل ما نلعب بقى نشوف مثلا هنلعب ضغط من ضغط عالي ولا هنلعب زون ولا الحاجات الفنيه، التفاصيل الفنيه. اساس فريق النادي الاهلي هو الانضباط والالتزام والروح
ودي قدرت وادي دي العناصر دي قدرت يفرضها كولر على اللاعبين وتبقى متواجده جوه الفريق. طبعا النادي الاهلي يفوز بالبطولات دي، فدي دي الحاجه اللي لفتت نظري واللي عاملها كولر بشكل طيب جدا وبشكل مميز، ان هو طبعا ما عندوش حد يعني فوق الفريق، كله في مصلحه الفريق، وفي نفس الوقت كمان بيجيد التدوير بالنسبه للاعبين بشكل كويس، يعني يعني بيبتعد عن الاصابات، ما بيعرضش اللعيبه للاصابات، ما بيعرضش اللعيبه او بعض اللاعبين لاشتراكات كثيره بالنسبه للمباريات، فبيقدر يوزع كويس جدا عدد الدقائق على اللاعبين، وبالتالي لعب البطولات كلها وقدر يحافظ على مستوى اللعيبه. ولو رجعت الوقت السنه اللي فاتت او الموسم الماضي في نفس الوقت كنت هتلاقي عدد المصابين اكتر بكتير يا كابتن، مظبوط، اكتر من الوضع الحالي او الوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فده دليل ان في مدرب بدني كويس، في تدوير وتحليل كويس جدا عشان يعرف عدد الدقائق ومين اللي يلعب المباراه دي ومين يلعب المباراه اللي بعدها وهكذا. طب اخيرا يا كابتن، مين اللعيب اللي بتقول له برافو عليك جدا، انت السنه دي ابهرتني وفاجئتني في نفس الوقت في النادي الاهلي؟ يعني بامانه طبعا كلهم تالقوا اكيد، لكن اللعيب اللي اكتر من لاعب يستاهل الجمله اللي حضرتك قلتها. يعني انا مثلا بتكلم على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عمل موسم، انا شايفه موسم طيب جدا جدا جدا، ويعني بيحط رجله في دفاع الاهلي بشكل اساسي ومنتخب مصر، رغم ان محمد كان اعاره من الاهلي للفيوتشر، وبعدين انضم من انتقالات اللي هي الشتويه بعد بطوله الامم، وكمل مع النادي الاهلي من الموسم اللي فات. فالسنه دي محمد عبد المنعم حصل له نضج كبير جدا، حصل له ثقه، عنده ثقه كويسه جدا، بيأدي المباريات بشكل منتظم، يمكن هو اللي كولر بيعتمد عليه بشكل اساسي في الحته خط الدفاع. مظبوط مظبوط. اللي اقول له برده نفس الجمله دي كهربا وحسين الشحات. تمام. الاثنين ادوا بشكل ممتاز، كهربا بعد فتره غياب طويله جدا قدر يرجع ويفاجئ الجميع بمستوى ما كانش حد يتوقعه. يعني احنا كمدربين لما لاعب يغيب الفتره دي كلها عن الملاعب وعن لياقه المباريات والتدريبات والكلام ده كله، ويرجع بالفورمه دي ويأدي بالفورمه دي، يبقى يعني لازم تشيد بيه ولازم تشيد بالمجهود اللي بذله والتركيز اللي عمله. فدي برضو حاجه من الحاجات المميزه. وطبعا حسين الشحات واحد من افضل مواسمه بصراحه، وكان مؤثر جدا، ارقامه السنه دي ارقام ممتازه، الاهداف اللي احرزها اهداف حساسه جدا، كصانع لاهداف حتى ارقامه هايله، توقيتات حساسه، يعني يعني في اهداف ممكن تجيبها بس ما يبقاش توقيتاتها واهميتها عاليه زي حسين. السنه دي احرز اهداف في توقيتات وفي مباريات حساسه جدا، فدي طبعا بتؤكد ان هو عامل موسم استثنائي يعني لحسين الشحات. تمام كابتن محمد يوسف، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وموفق دايما الفتره الجايه ان شاء الله يعني باذن الله. بشكرك طبعا نجمنا الكابتن محمد يوسف، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق. قبل ما اطلع الفاصل عايز بس اقول حاجه الاول في هذا التوقيت لنادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك، لانه على فكره هي كره كده، في موسم نادي بيسيطر، السنه اللي فاتت الزمالك كسبان دوري وكاس يعني، وفي نفس الايام دي كده السنه اللي فاتت الزمالك كان بيحتفل في شهر 7 الزمالك كسب كاس مصر وكان خلاص معروف ان هو بيقترب من لقب الدوري. يعني نادي الزمالك نادي كبير ولازم الناس تبقى مقتنعه بكده، ونادي الزمالك عنده قدرات تاريخيه وفنيه مميزه، ويقدر المؤسسات الكبيره والانديه الكبيره تقدر تقوم بسرعه، بس تقدر تقوم بسرعه باستقرار اداري مناسب، ضروري وواجب ولازم، لازم يكون في استقرار اداري. الحاجه الثانيه انه النادي يهدى حتى اذا كان في ازمات، اذا كان في مواقف، مش لازم طول الوقت تبقى في الميديا، مش لازم خالص، حتى وانت بتسيب لعيب او بتجيب لعيب مش لازم كل حاجه تبقى مطروحه للميديا بهذا الشكل، لان الجمهور كمان عايش موسم صعب، فمش ناقص خالص انه يسمع اخبار سلبيه طول الوقت طول الوقت طول الوقت. ويبقى في صفقات مش لازم تبقى كتير،
وانا مؤمن جدا ان الزمالك عنده عناصر مش اقل من 10 12 15 لعيب جامدين جدا، بس تبقى صفقات في مراكز يحتاجها الفريق بالفعل وتليق بشخصيه نادي الزمالك. فلازم الاداره تشتغل على كده علشان خاطر وسهل على فكره، يعني هي الكره في الاخر لاعبين وجمهور وقيمه ومكانه وتاريخ، وكل ده متوفر في نادي الزمالك. عنده الجمهور العظيم بتاعه، عنده التاريخ العظيم بتاعه، عنده اسمه وعنده مكانته وقدره وكل حاجه. فلما تجيب اربع خمس صفقات على قدر نادي الزمالك في وجود النجوم اللي موجودين اللي زي زيزو وشيكابالا والجزيري والونش اللي راجع ان شاء الله بالسلامه، ومحمود علاء اللي راجع، ويوسف اوباما وكل الناس اللي موجوده، ونيمار، اسماء كتيره جدا، ومصطفى شلبي على فكره هيبقى ليه دور كبير جدا مع الزمالك الفتره الجايه، واللعيبه اللي بترجع وتجيب عليهم ثلاث اربع صفقات. وزي ما عرفنا ان احمد ايمن منصور وعلى فكره لعيب كويس راجع، وعرفنا ان محمود حماده بيقترب، وعرفنا ان في مهاجم اجنبي بيقترب وكل الكلام ده، وحمدي علاء طبعا راجع، كل دي لعيبه هتبقى مؤثره في نادي الزمالك. بس اهم حاجه انه يهدى، الاداره لازم تهدى ولازم تشتغل على كده، والجمهور منتظر قبل الصفقات الهدوء، وتيجي الصفقات ومش عايز الجمهور يشتغل عن البطوله العربيه واروح ولازم اكسب البطوله العربيه. اهم حاجه تعيد بناء الفريق بشكل سليم. وتعالى نسترجع تجربه الاهلي، يعني الموسم اللي فات على فكره احنا بنقول موسم كارثي للاهلي، خد بالك مع ان الاهلي لعب كاس عالم انديه، مع ان الاهلي وصل فاينل افريقيا، ودي برضو نتائج ايجابيه جدا يعني، ورغم كده بيعتبروا الاهلاويه انه كان موسم كارثي. ليه؟ لانه ما خدش لقب. اخر لقب كسبه كان شهر 12 السنه اللي قبليها 21 لما كسب الرجاء في السوبر الافريقي. بعد كده لعب كاس عالم للانديه مع موسيماني لو تفتكروا في شهر فبراير، وبعد كده لعب الفاينل بتاع الوداد، خسر، كان مباراة واحدة بكل تفاصيلها وبابا غنوجة زي ما احنا عارفين، وبعدين خسر الاهل الدوري وموسيماني مشي والقصة اللي احنا عارفينها، وجي سواريش وخسر الكاس والكلام ده. لكن الادارة قفلت على طول واتخذت قرارات فورية ومشت سواريش وادت الاجازات اجبارية للعيبة وجابت جهاز فني مكتمل وشاطر مارسيل كولر بجهازه، وعملت فترة اعداد قوية وبدأت تاني البنى السريع، وهي الاندية الكبيرة بتقف بسرعة، خد بالك مش حاجة اسمها يقعد خمس سنين وسبع سنين والكلام ده، وبدأ يشتغل لغاية ما كانت نقطة التحول الفوز على الزمالك في شهر 10، ثم انطلق قطار الاهلي الى نهاية الموسم. فإعادة بناء الزمالك فرقة الكورة مش صعب خالص، بس المهم تتوافق النوايا، يكون في نوايا صادقة وما تبصش لحد، اهدى، اختار لعيبتك صح، مش لازم 300 صفقة، بس اللي تجيبه يتماشى مع مكانة وشخصية الزمالك هينطلق القطار ما فيهاش مشكلة، وعندك جمهور عظيم وكل حاجة عندك متوفرة. فدي حاجة مهمة جدا. قبل ما اطلع الفاصل، احد اهم ادوار الميديا انك تساهم كمان في الوقوف بجانب الابطال. عندنا بطل في رفع الاثقال اسمه الكابتن علاء احمد، كان حصل له زي ضمور في العضلات وتصلب في العضلات، والحقيقه كان برنامج مصر جديده زميلتنا انجي انور طرحت الموضوع وطلبت من الدكتور اشرف صبحي انه هو يعني يتدخل ويعالج البطل على نفقة الدولة. استاذ هاني العتال عمل بيان، رئيس مجلس ادارة ETC، بعد استجابة الدكتور اشرف صبحي فعلا للمناشدة بتاعت زميلتنا انجي انور وبرنامج مصر جديدة، واستجاب الدكتور اشرف صبحي الحقيقة عمل بيان على طول ETC من خلال السيد رئيس مجلس الإدارة اللي بيتوجه الأستاذ هاني العتال في بيان. البيان بيقدر الاستجابة السريعة للدولة لأبطالها ممثلة في وزارة الشباب والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. يعني بيتوجه الأستاذ هاني العتال رئيس مجلس إدارة قناة ETC بالشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة لصورة استجاباته لانفراد المذيع إنجي أنور مقدمة برنامج مصر الجديدة بشأن أزمة اللاعب علاء أحمد بطل رفع الأثقال بعد إصابته بتصلب جانبي ضموري. ويؤكد الأستاذ هاني العتال أن الدور الحقيقي للإعلام الحر هو تسليط الضوء على الأزمات والقضايا التي تمس المواطن المصري، وأن سرعة الاستجابة تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما سندا وداعما لأبنائها في أي أزمة يتعرضون لها. ومن جانبها تؤكد قناة ETC أنه في إطار دورها المجتمعي فإنها ستتابع عن كثب وتقف إلى جانب بطل مصر في رفع الأثقال مع تقديم الدعم الكافي حتى يجتاز هذا البطل محنته. ده بيان بنشكر فيه طبعا الدكتور أشرف صبحي على سرعة الاستجابة. هوريكم فيديو على فكرة ريال مدريد في أمريكا بيعمل جولة كده في أمريكا ومعه برشلونة هناك على فكرة، وهيلعبوا بعض بتهيألي ماتش ودي أو حاجة يعني. ومن ضمن الـ 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 الخبايا اللي هم بيفكروا فيها ان يقعدوا يتكلموا هناك على الدوري السوبر الاوروبي اللي افريقيا هتعمله واللي الاوروبيين حاولوا يعملوه، ودخلت رابطه الانديه الاوروبيه هناك والاتحاد الاوروبي لكره القدم قفلت الموضوع ده او حاولت تقفله. لكن الانديه الكبيره اللي زي ريال مدريد وبرشلونه والانديه دي لسه شايفه، واليوفنتوس لسه شايفين انه فكره الدوري السوبر الاوروبي دي هيجيب فلوس ضخمة جدا جدا جدا، مش هيبقى اعتمادهم بس على تشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا، وهم شايفين ده مئات الملايين من الدولارات واليوروهات من خلال التعاقدات والرعايات اللي كانت هتيجي من البنوك الامريكية. ومن ضمن الاتفاقات السرية ان هم في امريكا يقعدوا مع البنوك ويشوفوا القصة دي يعملوها ازاي. لكن لان هم بيعرفوا يماركتوا كويس وبعتوا مسجات في نفس الوقت ويجذبوا الناس على السوشيال ميديا. النهاردة الموقع الرسمي بتاع ريال مدريد عمل فيديو كده كرتوني وحط كده يعني اللعيبة بتاعته، هنشوفه دلوقتي اهو. بصوا الطيارة بقى نازلة امريكا كاوبوي بقى هو. بس على فكرة عمل حاجة الراجل بيريز ده مش سهل، رئيس نادي ريال مدريد. شوفوا حاطط انشيلوتي كده زي دمية على التابلو بتاع العربية، عارفين انتوا البتاع اللي بتحط على التابلو العربيات اللي عندنا دي، بص انشيلوتي كده دمية كده، وفي يعني خناقة خفية كده بينه وبين انشيلوتي لما جاله عرض البرازيل ووافق فكان عايز يمشي من دلوقتي، التاني قال له عشان امشي اخد راتب السنة، قصة كده يعني. انما ده فيديو ترويجي. هو في صوت يا شباب؟ بص المزيكا يعني هيتفرج عليه ويهتم بيه الكبار والاطفال، وفيديو ترويجي وتنشيط للفكرة. والمعسكرات اللي زي دي بتدر فلوس ضخمة جدا للاندية الكبيرة اللي زي ريال مدريد. هسيبكم مع الفيديو ونطلع فاصل سريع. بعد الفاصل عندنا تقرير، عندنا تقرير بتاع البطولة العربية. الزمالك طبعا احنا عارفين واخد اجازة 5 ايام، هتنتهي يوم الجمعة يرجعوا التدريب تاني يوم السبت، اعتقد هيسافروا الحد او الاثنين على السعودية علشان خاطر البطولة العربية، وماتشات مهمة جدا، اتحاد المنستيري والنصر والشباب، ماتشات مهمة جدا لنادي الزمالك، فبيستعدوا ليه البطولة العربية وفرصة لأسوريو طبعا لمصالحة جماهيره مرة اخرى. بعديها هنلتقي مع نجومنا كابتن محمد عبد الجليل محللنا الكبير طبعا وصديقنا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ احمد الخضري. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يرافقني في هذه الفقره. انا بتضحك على ايه؟ انا لسه قدمت. انا عارف. لا انا بضحك على احنا هنبطل السطلانه دي. لا لسه خلاص احنا عدينا مرحله السطلانه. انا بضحك على المخرج اللي اخرج موضوع امام عاشور، الفيلم اللي خلص بنهايه سعيده. بضحك على كده بس. عرفت النهايه امتى؟ اللي هو ايه؟ استلموا الدرع. اللي هو ايه؟ صفقه مهمه. لا 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 استنى بس، اللي هو ايه؟
قول لي كده معلوماتك عن امام عاشور. لا بس عشان ايه انت مالك هجان؟ لا 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 خالص هجان عشان كده. كل اللي بيتقال ده غلط. صاحبك من ايام الجيزه. كل اللي بيتقال ده غلط. طب ده صاحبك والله. كل اللي بيتقال ده غلط. طب هنتكلم هنتكلم اصل هي المخرج. طب احنا عارفين ماشي يا باشا النهارده كان الماتش بس التفاصيل. طب انت امام عاشور الرسميه خلصت. كابتن عبد الجليل مساكرك يا استاذ. شرفنا ومنورنا استاذ احمد الخضري. اهلا وسهلا. مشرفنا ومنورنا. يلا اتخانقوا. يلا لا لا خلص امتى امام عاشور رسمي النهارده؟ انا شفته النهارده نادي وبيشجع لا انت ما تقول المخرج بقى ومش المخرج. ما انت صاحب المخرج. بقول لك الصفقه دي خلصانه امتى؟ امتى؟ لا ده خلصانه من زمان. امتى يعني؟ بشياكه من لا بجد خلصانه من زمان. امتى يعني؟ نفس الاسلوب بتاع الناس اللي طلعت من الاسماعيلي راحت على الامارات ورجع نفس الاسلوب هكذا. فانت مش شايفها؟ الراجل راح ميتلن كوبري صغير كده وراح. لا لا كلام غير صحيح. طيب ايه الصحيح؟ انا بقول لك انا بقول لك كلام صحيح. لو مش حمدي فتحي مشي اليوم. طب ما هو سيبك من كوبري مسكوه. الصفقه خلصانه امتى؟ امتى امتى شو يا جدع انت؟ ساعه ما راح امتى رسمي اتمضت امتى ان خلاص امام عاشور في الاهلي؟ لا دي ما دي مش اول امبارح. لما في كلام من زمان اول امبارح. اول امبارح. طب ايه اللي مؤخره؟ طيب ايه اللي مؤخر ان ما مضوش يعني؟ يعني ايه اللي مضوش؟ ما المفاوضات قلنا الفلوس وعايزين فلوس عايزين عايزين نص بس في كلام الاول اكيد طبعا اكيد طبعا في يعني في من 3 شهور وعود. لا 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 ما قلتش انا من 3 شهور. انا سايبكم من شهر ما اعرفش هو بعد ما رجع من مصر. الاهلي ما فكرش في امام عاشور خلاص الكلام ده ملوش اي لازمه بقى. ما الراجل جه الاستاد النهارده بقى. اسمع لا 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 انا مش قصدي حاجه والله بحتفظ بمعلوماتي انا بس عشان الحلقه اللي فاتت قلت هيستوي امتى. بيقول لك بحتفظ بمعلوماتي. انت فاكر ان امتى النهارده يا باشا؟ ما اول امبارح. الاهلي ما فكرش في امام عاشور الا امتى؟ ما قلتش فكرش يوم ما حمدي فتحي مشي. الله. طب ما بوبو كمان جاي. ماليش دعوه ده زي لا بوبو بقى ولا الجالم اي حاجه دي مش قصدي يعني اتكلم على هو سيبك بقى من ايه الخيال العلمي يقول لك اصل هو هم اللي مصفروه وهم اللي انا عندي اسرار خيال خطيرة. علمي ايه ده ولا كده؟ انا عندي اسرار خطيره في طبعا خضري. ما تستفزنيش طبعا ما تستفزش جوايا احساس الصحفي. لا احساس حاجه غير معلومه حاجه. اطلع اسرار اقسم بالله اقول لك معلومه. ما تستنفرش. لا على فكره وهي دي فيها هتفرق في يعني ايه اللي هتفرق فيه؟ ده الدين الاهلي يعني ان هو يطلعه كوبري ده دوليا محرمه. عدش الكوبري امال ايه يعني دوليا محرمه؟ اي غلط طبعا. فيفا محرمه. الفيفا لا الفيفا لا الفيفا محرمه. الفيفا ده قنابل عنقوديه. لا يا باشا اسمعني بس. امال ايه بس؟ يعني ده بس كابتن الاحتراف كابتن مفروض ان هو يطلع كوبري ده غلط طبعا. اي لعيب يطلع كوبري ما تعرفش دي ولا تعرف منين كوبري؟ تعرف منين كوبري ولا مش؟ ما انت اللي بتقول اهو مش انت بتقول. انا ما قلتش حاجه. ما ساكت. انت اللي بتقول دلوقتي ان الاهلي طلع كوبري. وانا اتكلمت يا كابتن. انت كده بتدين بتدين حبايبك كده بتدبسه. وانا وانا اتكلمت بالمناسبه المداخله بتاعت المهندس عبد القيا يعني يعني ايه عبرت كل اللي جوايا او اكدت كل اللي جوايا يعني. اصل ده واجب والله. لا ما ده الراجل والله. لا لا بجد شريك كامل في الدوري. طب نتكلم نتكلم صح. شريك كامل في ايه؟ انا راجل انا راجل اهلاوي متربي في الاهلي. انا اول واحد رميت هو قال كده شريك كامل ماليش. انا شريك كامل في الدوري. اه طبعا في الدوري في الدوري في الكهرباء في افريقيا. انا واحد رميت في امام عاشور. انت الوحيد اللي كنت بتدافع هنا بصراحه وقلت لي هيرجعوا وانا ما كنتش مصدق. انا قلت هيكسبوا البطوله. لا هيرجعوا. لا هيرجعوا يعني هو كان مثلا كان مظبط الواد اللي ضيع ضربه الجزاء يعني الطاهر الطاهر ولا ايه اللي عرفك يعني عشان يرجعوا ازاي؟ لا هو يعني ضربه الجزاء دي لو ما جاتش هيرجعوا ازاي؟ لا هو شافها اداريا. بحا اللي كان مظبط. بحا هو شافها حاجه اداريا. لا هو قال لك لا يعني بص فده بص انا مقتنع. وكان بيشجع وفيلر سطلانا على فيلر وسع. بص يا كابتن في طبعا في شواهد يعني خد بالك الفرق الكبيره اللي زي الاهلي والزمالك كمان بس ليه صح. يعني بص خد بالك الزمالك هيقف تاني. لا هيقف. ما خد بالك اصل الوقوف ده برضو مش كلام. مع الوقوف برضو ليه لازم تبقى ليه مسببات عشان توقف. انك لما تتعثر فتفرض كاداره الهدوء والاستقرار ثم تدعم في الغرف المغلقه وتشتغل على النهوض. ده الف ب مع الفرق الكبيره يتحول 180 درجه نجاح لانه اللعيب اوريدي بتاع اهلي وزمالك عنده كل السمات اللي تخليه. ده مين اللي يعمل كده بقى يعني؟ اي اداره في الانديه الكبيره بالذات لما بيحصل تعثر. هي فين يعني دي؟ لا مش انا بتكلم في شكل عام دلوقتي. لما بيحصل تعثر الانديه الكبيره زي ريال مدريد زي برشلونه من سنتين كان ريال مدريد مكتسح. برشلونه بعد ميسي بعد خد الدوري وخد الكاس اهو. اقصد انا اقول لك انه الفرق الكبيره ليه؟ لانه هو ليه جماهيريه ضخمه وليه ارضيه ضخمه وليه تاريخ ضخم والانديه بتلعبه بالتهابه يعني جزء من عوده الزمالك في الانتصارات بتاعت اوسوريو اللي تباهى بيها في المؤتمر الصحفي. هيبه الزمالك قدام الانديه يعني الانديه بتنزل هيبه الزمالك اصلا ما بتلعبش على طريقته بقدر ما هيباه في المباريات.
ففي شك في ده. فانا لما قلت لك انه الاهلي مش بس هيقوم هيكسب البطوله، لان عنده المقاومات والمقاومات اللي تخليه يكسب البطوله، هم اشتغلوا عليها صح وكويس خلاص. طبعا بص، بعد ما ضربه الجزاء ضاعت خلاص كله قالك الاهلي خلاص في النهائي، على الاقل الاهلي في النهائي، لكن قبل ضربه الجزاء خلاص مش بايدك، حتى انت مش الكره مش ملعبك. لا انا مع عبد الجليل قلت له الاهلي يكسب البطوله قبل ضربه الجزاء. بص كمان يا كابتن بعد الخمسه يعني انت كنت مصاحب بحا قال لهم ده ضربه الجزاء، قال اهو ما الراجل ده شاهد. ايوه ايوه اي كلام بقى، هو بعد ماتش الخمسه كلامه خلاص كان هو الاستاذ عبد الوسام نسي بلبل يعني انت كنت مظبط ان يضيع ضربه الجزاء. انا راهنت على الشواده المسببه، ربك مش دعوه مسببات ايه، انا ضربه الجزاء بتتشط في اخر دقيقه، دي كوره يعني هتيجي جول. طيب هتيجي جول، بس هو مراهن قبلها بشهر، هو قال لي لا هياخده قبل ما يعرف ان في ضربه جزاء، هيبقى في ضربه جزاء قبل ما يعرف ان في ضربه جزاء. انا حتى ما كنتش مصدقه، انا بص له كده الاهلي وحش، الاهلي بعيد، الاهلي نص اللعيبه مش شايفه، يقول لي هيرجعوا هياخدوا بطوله افريقيا. قلت له ما تتشدش قوي كده، عشان كده المهندس عبد القادر بيشكره طبعا، ده قال واجب اي حد يدعم النادي الاهلي لازم. مش تدعيم يا كابتن، ده انت بترصد واقع وبتشتغل عليه. لا تدعيم يا فندم، الاهلي نادي. ايوه ما هو النادي الاهلي بيلعب فين؟ في اوروبا، ما بيلعب في افريقيا، ما هو ده مصري، السنه دي لازم يدعمه كابتن. الاهلي السنه دي امتلك افريقيا ولا في الدوري؟ لا في افريقيا والدوري، والدوري هو برضو دعم الزمالك لما خد بطوله الدوري سنتين ورا بعض، وانت كنت شاهد عيان كان معايا هنا، بس هو بينسى. لا وفي دراته برضو وبطل الدوري وبطل. لا هو بينسى بامانه. انت قعدت قعدت مع شمال قبل الحلقه، الخضري بص ده القطط بينسى. انت قاعد قعدت مع شمال قبل الحلقه، هو ليه لما بنقول الحق انت كنت قاعد معايا؟ بقول لك انت بتقعد معايا انا. هي بس قلبه معايا، انت كنت قاعد معايا بس قلبه معايا على الهوا. قلبه معايا على الهوا. ماشي ماشي يا جليل، قول لي انت الاول قبل ما نخش في امام عاشور، انت يعني ممكن توصف لي الموسم الاهلاوي ده في دقيقتين؟ خمس اسباب يا كابتن بجد. جماهير نمره واحد، دي ان الجماهير تفرض مسانده كده وتفضلوا كده ورا النادي بالطريقه دي، دي حاجه هي مفروغ منها، ولكن كانت المره دي بشده قوي برغم الصعوبات الكتيره. نمره اتنين الاداره اشتغلت صح، يمكن انا هاجمت الاداره فتره، بس حته ان يريح اللعيبه الموسم فعلا كده، حته ان هو ما يقاوحش ويشيل قصير سوارش ويجيب كولر ويصبر عليه ويديله الدعم، دي حاجه. ثالث حاجه الجهاز الفني، كولر ومدير كوره ازاي يلموا اللعيبه دي. رابع حاجه اللعيبه بامانه. خامس حاجه حضرتك. دول الخمس اسباب. لا خامس حاجه صفقات يعني يعني مدير فني، مدير فني تمشي، مدير فني ليه دور يعني مهم مش جدا مش في نص الملعب، ماشي بس يعني مش اللي هي جابت البطوله. وخالد كان ليه دور، خد الخمس اسباب دول من الكهرباء طبعا لما رجع ليه دور. طيب انت هجاوب برضه على السؤال، هجاوب على السؤال في دقيقتين. نمره واحد الاداره، ونمره اتنين الاداره، ماشي. نمره ثلاثه ليه؟ انا اقول الاداره ليه؟ انت شايف الاداره هدوء، ما الاداره ماشيه صح، هدوء، بتوفر المناخ، بتجيب اللعيبه صح، مش بتجيب عدد وخلاص، انا عايز ثلاث لعيبه مش عايز 900 لعيب، بتجيب في المركز ده في المركز ده، بتجيب المدرب، مفيش دوشه مع المدرب، مفيش دوشه مع اللعيبه، خلاص لازم بتوفر لي كل سبل النجاح، خلاص اوكي. لكن جمهور، طب ما الزمالك عنده جمهور، الزمالك ما عندوش جمهور، الاهلي اكتر ماشي، بس ده جمهور بيملى الملعب وده جمهور بيملى الملعب، لكن الاداره نمره واحد. جمهور الزمالك لغايه اخر ماتش ده انا مستغرب ازاي رايحين الماتش اللي فات، اخر ماتش وخسران من الاهلي وثاني ماتش فاركو. الاداره دي ما فيهاش كلام خالص، يعني الاداره هي اللي فرقت جدا. الاداره لو الجمهور ما دعمهاش ما تعرفش تاخد قرار. لا ازاي؟ لا انا بقول يعني ايه ما دعمهاش؟ يعني ممكن في جماهير ما ترضاش عن مجالس ادارات وما بتدعمهاش. طب ما الجماهير كانت رافضه امام عاشور بعدين باسبوع قبل امام عاشور، عادي الجماهير بتروح. مش وتيجي. اغلب الجماهير سهله القصه، مش اغلب الجماهير. مش اغلب الجماهير ايه؟ لا مش كل جماهير الاهلي يعني، مش هي مش جماهير كانت رافضه؟ لا مش في الاول، مش كل جماهير الاهلي. انت لو بصيت على جمهور الاهلي انت محتاج ولا مش محتاج؟ جمهور الاهلي يا كابتن عبد الجليل، كابتن الاهلي ليه صبغه جميع. جمهور الاهلي انا معاك، جمهور الاهلي عايز بطولات. لا 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 بغض عن اي حاجه عشان ياخد البطوله. جمهور الاهلي ما بيجيش مع لعيب ضد ابدا النادي. برافو عليك، هي دي جمهور الاهلي. لا يمكن ينصر لعيب على الاداره حتى كده، حتى اخر 3 4 سنين. ما هو عشان كده دعم الاداره قالت هنجيب امام. هي الاداره خلاص موفره كل حاجه. لا انت حتى قيس واحد زي رمضان صبحي وعبد الله السعيد والنجوم كبار ووقفوا ضهر الاداره. لا هما ماشيين من النادي، دي نجوم مؤثره جدا جدا طبعا. جدا
ورغم كده لما مشوا كان الجمهور داعم. فنمرة هي نمرة واحد الإدارة، نمرة اتنين إدارة، نمرة تلاتة إن مفيش زمالك خلاص أي دولي بس على فكرة بقى. الزمالك لغاية يا خضر ديسمبر أو أول يناير كان الزمالك كان إيكوال مع الأهلي. لا ما يعني الاثنين كانوا كان كان ايكوال يعني انا فاكر الدوري وقف يا فندم الزمالك ما دخلش الدوري وقف يا فندم الدوري محسوم بالدور الاول ايكوال فين لا بس انا فاكر انه في ايوه في الاول يناير اول 7 8 ماتشات الدوري وقف 10 ماتشات طيب ودي وكان فيريرا يا فندم المحله وفيريرا والشغل اللي اشتغل صح ولا غلط المحله اول 5 ماتشات الاول موضوع الزمالك المحله اول دور اولاني 26 بونت وجابت الدور الثاني 7 بونت كابتن انا ما قدرتش اقول الزمالك لما خد الدوري سنتين ما اقدرش اقول عشان الاهلي وحش عشان ما قللش من الزمالك لا كان الاهلي وحش ايوه بس انا ما اقدرش اقولها عشان ما قللش من انجاز بتاع الزمالك لا لا كان وحش انت بتقول عشان الزمالك مش موجود الزمالك ما كانش في بطوله افريقيا يا فندم اسمعني انا ايه اللي جاب بطوله افريقيا انا بتكلم في الدوري دلوقتي عايز يقول انا من ضمن الاسباب الهدوء الهدوء الاداره يعني مش في الطريق الهدوء الاداره نظام الاداره ان ما فيش منافس ما بقولش كده انه كان ياخد الدوري من الاهلي يعني خلاص الاهلي ايوه ما هو الزمالك تعثر برضو الاسباب دي قصه تانية الزمالك كان عنده لعيبه مهمه وهنتكلم دي تفاصيل فني حصل مشاكل معاه زي فيريرا يعني في برضه وانا ما بقولش ان الاهلي خد الدوري عشان الزمالك كان ياخده منه خلاص انت ما عندكش منافس فانت مدور الاولاني الدوري بتاعك وبقى بتتسلى ماشي بتتسلى هو الاهلي النهارده مش بيتسلى والدوري هيلعب مع بيراميدز بيتسلى خلاص الدوري محسوم هو حد من 4 اشهر مش عارف ان الدوري الاهلي ياخد الدوري خلاص القصه محسومه خلصانه مش بقى الاخر ماتش في سبب رابع ولا لا لا هو طبعا اكيد طبعا لعيبه اكيد جهاز فني اكيد بس دول بيجوا بعد كده بيجوا بعد كده لكن يا جماعه لو القصه لو الجو ما يسمحش ما فيش الكلام ده لو جابوا 10 كولر لا طبعا انت بتديك الثقه بتديك المناخ بتديك طبعا اكيد طيب اذا قلت لك يا كابتن عبد الجليل ايه اكتر صفه انت شايفها ايجابيه في مارسيل كولر اولا منظم يعني جدا حاجه يعني بتقول برافو فعلا برافو عليك صح السنه دي الراجل ده في دي سؤال حلو طبعا منظم جدا شكله قوي الشخصيه جدا مع ان ما يبانش على وشه وما يبانش على طريقته ولكن انا من ساعه ما كولر جه ما شفتش حد امن على الدكه ما شفت سيد عبد الحفيظ خد طرد انت فاكر سيد السنه اللي فاتت طرد كم مره دي شخصية مدير فني دي شخصية مدير فني محدش يقوم ايه الفرق بينه وبين اي لا محدش يقوم موسيماني كان في اخر ايامه مكبر دماغه كل الدكة قايمة انت قوة شخصيته طبعا طبعا ده التنظيم خلينا نسألك شوية اسئلة كده سريعة طبعا بتفق معاك اكتر صفة راجل سويسري زي ما كابتن عبد الجليل بيقول منظم الاهم حاجة حاجتين اهم حاجه سيطر تماما على اوضه اللبس اللي اي حد تسال كده من الاعداد قريب من اللعيبه سيطر تماما عكس موسيماني وعكس سوارش عكس برضو يعني لكن ده انسى سيطر زي ما بقول لك سيطر 200% ختمين الموسم ما بشوفش لاعب مال لا 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 ولا ما فيش والتدوير والتدوير بمزاجه خد بالك حسين الشحات يبقى مكسر الدنيا فنيا بقى فنيا زي ما بقول لك علم اللعيبه الدفاع ازاي برافو عليك على اي ماتش برافو عليك طور ادائهم الدفاع كلهم تماما يعني اي ماتش اي لقطه هات دلوقتي اي لقطه هجمه على الاهلي هتلاقي بسبعه ثمانيه على الاقل حقيقي. على الاقل ومنظمين وفي ثانيه بيرجعوا لا فده مميزات جامده يعني. طيب مين اللعيب اللي تقول له الشابو انت فاجئتني السنه دي كهرباء صراحه كهرباء انا ما كنتش متوقع ولو ان انا قلت بنص رجل احسن من ناس كتير وانا قلتها بس ما كنتش متوقع التالق ده كتير كهربا دي 70% خاتم هداف افريقيا خد بالك لا دي 70% 80% بامانه من بطوله افريقيا كهربا الاهداف اللي جابها دي ما كنتش متوقع فشابوا لي اتمنى طبعا اتمنى السنه الجايه 3/4 اللي بيعمله ده لا وفي لقطه النهارده مع المدافع بتاع حرس الحدود لما انفعل انا للاسف ما شفتش شفت اللقطه دي طبعا شفت برضو كهربا كان متماسك جدا مسك نفسه بصراحه طبعا يعني. طبعا يعني هو حصل تغير في شخصيته وهي افوره يعني الماتش ما يستاهلش بس اقصد انا بديك مثال متغير طبعا طبعا شخصيه كهربا يعني كان ممكن ثبات انفعالي مع انه الثاني اللي زقه كده انا واخد بالي ثبات طبعا ثبات انت من اللعيب اللي في الاهلي اللي تقول فعلا تطور جدا وفجاك السنه دي اثنين طبعا حسين الشحات افضل لعيب الاهلي هذا الموسم لعيب افضل لعيب في مصر السنه دي حسين الشحات طبعا طبعا يعني ومؤثر ايجابي جدا طبعا ويمين وشمال ما فيش مشكله وبرستاو ده خلاص الاهلي كان بيدور على العقد برستاو صادم السنه دي ده مفاجاه
فعلا من طور... بيدور له على عقد هو... من النهارده عايزين يقعدوا معاه عشان يمدوا العقد. فندم كان في فتره من فترات عايزين اي عقد يمشي، اي عقد اي حاجه، لكن هو قبل بدايه الموسم طبعا بيبين لك ان بعد ما موسيماني مشي طبعا المدرب قدر يطور اداؤه تمام، بقى من اهم واخطر لعيبه النادي. والاصابات ما فيش والكلام اللي كان هي إصابات. مشكلته انه كان بيلعب وهو مصاب، مشكلته هو صبر عليه، صبر عليه بقى يلعب وهو سليم. فطبعا تو وحسين الشحات اكيد. هل في ماتش تقدر تقول الماتش ده هو كان نقطه التحول بتاعه الاهلي السنه دي؟ القطن الكاميروني 3-0 بره بعد 4 كهربا جاب هاتريك في الماتش ده. الماتش ده 3 كان الهلال اولا ادى روح ثانيه للعيبه، ادى ثقه. خد بالك انت طالع من بعد الخمسه بتوع سان داونز، انت طالع من جنوب افريقيا على الكاميرون، على بالظبط كانت رحله واحده لو تفتكر. ايوه الماتش ده نسى الناس كتير الماتش 5 ده كان نقطه التحول. التحول هو ده الماتش الاهلاوي السنه دي. هو اللي وقفه مع الطريق. خضر ايه الماتش اللي انت بتقول ان هو نقطه التحول الاهلي السنه دي؟ الماتش اللي ما بهزرش يعني الهلال السوداني وسان داونز بجد ضيع ضربه الجزاء. ماشي هو ده ليه دور طبعا ان الاهلي يكمل مشواره. لا كمل في كل حاجه. كمل في كل حاجه بس الماتش اللي انا بقول لحضرتك بس الأهلي. لا 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 هي اللحظه دي لازم ماتش تعرفه. ضيع ضربه الجزاء دي خلت الاهلي بعديها ماتش الاهلي والهلال السوداني بعد كده القط. لا انا بتكلم على في نفس الهلال بقى اللي تحس ان الاهلي بقى اصل القطن اي كل الفلك تفتكر الماتش جامد والفرق وناوي الاهلي خرج من بطوله افريقيا. الاهلي ناوي. لو الاهلي كان خرج من بطوله افريقيا كان ممكن يتاثر في السوبر بعد كده في كل حاجه الدوري. في كل حاجه طبعا طبعا اكيد طبعا. لا 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 مش هتفل. عارف لا افريقيا يعني اديته دفعه. انا بقول لك لا اديته دفعه كبيره جدا. انت عند في عرف في الكوره وانت يعني سيد الانتصار بيجيب انتصار طبعا 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 هي دي كانت لحظه. لكن مفيش ماتش السوداني الهلال السوداني اللي هنا اللي هو الاهلي هنا اللي هنا اللي الاهلي كسب في ده وبتاع بقى بدا يستعد وجماهيره ويستعد الثقه وان هو الحلم بيقرب والكلام ده. لا فرق معاه طبعا افريقيا ومحليا. تفتكر جون للاهلي السنه دي معلم معاك؟ جون كهربا اول ماتش دي مع الزمالك 3-0 انا احس بيها. انا احس بيها ان كهربا يجيب جون في ماتش زي ده تفرق مع اللعيبه ومع زمايله ومع النادي ومع الاداره مع كل حاجه. انت بتلعب المنافس بتاعك ولسه جاي من هناك وفي مشاكل بينهم ولا فيلم يعني كده. فالجون ده يفرق كتير مع كل اللي معلم معاك الجون ده. تفتكر جول الاهلي معلم معايا؟ اكيد طبعا محمد عبد المنعم في نهائي افريقيا. طبعا هو ده جون. ده جون احنا ما شفناهوش. جون ببطوله انت كنت بتشجع جوه ما كنتش فاضي. احنا ما شفناهوش خالص. خالص. انت مين اللعيبه يا استاذ محمد؟ مين اللعيب اللي اثر فيه؟ عايز اسمع رايك. اللي هو فرق السنه دي في رايي انا الشخصي طبعا التالق لو احنا مسكنا كل واحد كل اللي قال صح عنده بيرسي تاو وعبد المنعم انا رايي محمد الشناوي. طبعا محمد الشناوي كان ليه دور في الماتشات الصعبه. خد بالك يا كابتن الوداد والرجاء هنا. انت يا كابتن لما بتلعب ماتش حتى الزمالك اللي الاهلي كسبه 3-0 في الدور الاولاني او حتى السوبر اللي كان في الامارات وده كان ماتش الفارق اللي هو استعاد الاهلي ثقه جمهوره فيه طبعا ماتش الامارات بتاع شهر اكتوبر ده رغم في الاخر بطوله سوبر يعني معلش الشناوي كان ليه دور ماتشين بيراميدز في السوبر المصري وفي كاس مصر لو تفتكر الشناوي كان ليه دور ماتش الرجاء هناك الشناوي كان ليه دور حتى الماتش الوداد هناك الشناوي كان ليه ماتشات دي كلها ماتشات صعبه الشناوي طبعا انا في طب الشناوي بقى. انا في راي الشناوي لذلك انا حتى اذا وجهت نصيحه للاهلي انا رافض فكره احترافه 15 مليون دولار يا باشا دولي ان شاء الله يكون مليار يا باشا نص مليار يا دولي حارس المرمى نص الفرقه هتجيب مندي هتمشيات مندي والله ما انت الشناوي مصنف نفس التصنيف على مستوى افريقيا الشناوي يمشي ب 15 ولا لا ما على مستوى افريقيا الشناوي احسن حارس مرمى في افريقيا طبعا بس 15 مليون دولار يا كابتن عبد الجليل يزغللوا عند حارس انت دلوقتي لما كنا بالخضري كان معاه الحلقه اللي هو بيتكلم على محمد صبحي والتراجع مستواه ان الفرقه بتتاثر يعني لو صبح في مستواه هل كان الاجوان اللي جت في ماتش الاهلي والزمالك دي كان ممكن يشيل كره او اتنين منهم اكيد ماتش فاركو طب الاولاد الثانيه ده هتلعب انت مش عارف يعني هي دي مشكله الحضر برضه هو لعب النهارده لا لما بيقعد كابتن وانت بتلعب في الاهلي مين كان حارس المرمى الاول كان ثابت وبعدين لما مسك شوبير حد قعده لغايه ما انت مشيت لا طيب يا كابتن بس في نقطه ايه عبد الواحد السيد قاعد حارس مرمى الزمالك بس في ماتشين ثلاثه قد ايه
كتير 11 سنة. ايوه يا كابتن، بس في ماتشين ثلاثه لسد الغلابه الثانيين. لا وماله، انا ما عنديش مشكله. لا لا انا معاك انه الكاس، انه الكاس يتلعب ماشي زي ما قلنا قبل كده. هو كولر بيرفض التدوير في كل حاجه لحراسه المرمى، ما عندوش الثقافه دي. هي ممكن يكون فكر. لا هو رافضها. يعني الموضوع اصل انا شايف ماتشات لقيته بيلعب فيه. انا قصدي ده رايي انا، كلهم مؤثرين طبعا. كلهم كانوا يعني عبد المنعم مدافع طب. لا طب الماتش اللي فرق مفيش هزار، مروان مفيش هزار. الماتش اللي فرق ايه؟ ماتش السوبر بتاع شهر 10. يا قلبك ليه؟ انت لسه فاكره؟ لا ما هو ليه يا كابتن، هو الاهلي استعاد ثقه جمهوره بعد موسم صعب على الجمهور، وانت بتقابل الزمالك اللي كسبان دوري وكاس وفرق مع الزمالك على فكره. طبعا يعني الماتش ده نفسه مع طبعا نفسيا يا كابتن، الفرق الكبيره كده فرق مع الزمالك جدا الماتش ده اللي هو السوبر هناك. انت عارف اتقال قبل الماتش، قال لك الزمالك لو كسب الاهلي هيتصرم فتره طويله. انا فاكر ليه هيتسبب عقده، لان دوري مرتين. لا اصل انت بادئ الموسم وفي شهر 10 والماتش ده مين هيبقى ليدنج على التاني على مدار الموسم؟ الماتش ده بيبقى بيدي دلاله كده. طبعا بيدي دلاله كده اكيد. فانا اما تقول لي اكتر صفه عجبتني في كولر شجاعته طبعا، بجانب اللي حضراتكم قلته سيطرت على اوضه اللبس. يا كابتن احنا كنا بنجعر انك يعني ايه نص الفرقه بتتغير في شهر 10 11 في الاول وده اراء فنيه سليمه يعني. هو المتبع في الكوره انك بتثبت التشكيل. احنا قلنا هو بيعمل تدوير في اول الدوري ده لسه اللعيبه وجهاد. بص يا كابتن، وكانه مش سامع، وكان بيتفرج كانه مش سامع حد يا كابتن. ويغير سبع لعيبه، تلاقي الماتش الثاني سبع لعيبه. اخر ثلاث شهور في الماتشات الحاسمه للاهلي ثبت التشكيل. لا ظهر ان هو كان على حق، اللي وقفوا مع اللياقه البدنيه العاليه والتركيز الشديد واللياقه الفنيه كل تكوين يعني فرقتين لغايه النهارده الاهلي واقف على رجليه، تكوين فرقتين زي بعض يعني حسين يلعب. هو الراجل دي شجاعه تمام، ان هو برده حتى لما حصل يعني خد بالك الاهلي كان متفوق على الزمالك في الدوري، وبعدين بيقول الزمالك لحقه لما الاهلي اتعادل ماتشين وبعدين الزمالك كسب، فالزمالك هو برده ما تهزش ما غيرش طريقته. هو عنده شجاعه شديده جدا الراجل ده بصراحه، عكس شكل ملامحه خالص يعني. هو ملامحه هادي وبتاع، انما راجل مقدام. ملامحه ما تدلش على راجل خالص. راجل شجاع طيب، انما كولر دمه خفيفه يعني مش كويس. الحمد لله كويس. لا بص يا كابتن، هو بعد ماتش 5 انا هوريك حاجه دلوقتي في المؤتمر. ما تعصبش، اصل انا عامل له ما عملش زي اوسيريو. لما وقع قعد يلوش في اي حد ولازم تغير طريقه اللعب. الراجل ده بعد ماتش 5 كان ممكن يقول لك اللعيبه وحشه واللعيبه مش. الراجل ده فضل ساكت، وتعرف المدير الفني القوي لما يتغلب مش لما يكسب. لا يا باشا، تعرف الاداره قويه اما تتغلب. غير الاداره، انا بكلمك على المدير الفني. اهم وقت الاداره الاداره كانت تمشيه وانت خسران ماتش 5 5 طبعا. وانت لا دي على مدار السنين مش في النادي الاهلي اصلا. هو ايه اللي مش في النادي الاهلي؟ لا اهم وقت انت مش مشيت سواريش ومسيت لا سواريش بعد ماتش بعد موسم. وانت اي حد تاني عادي بس بعد 5 يمشي. لا. لكن هم اللي قعدوه ده شابوه ليهم. هو ايه اللي لا اللي هو ايه؟ ايوه يا كابتن اللي هو ايه؟ الاهلي مش بالحته. هم فضلوا هم ماشي سواريش امتى؟ نهايه الموسم. والله هو كان جه امتى؟ هو جه في نص الموسم. لا يا راجل هو جه في نهايه الموسم اخر 7 8 ماتشات. لا هو جاي قبل ماتش الزمالك اللي كان تعادل في الدوري 2-2، كان مسك كابتن ما كملش 6 شهور. كان ماسكه كابتن سمر قمصان. لا لا ماتش 2-2 في الدوري كان في شهر 6 اعتقد، كان ماسكه كابتن سمر قمصان. بص طبعا. فالراجل جه في شهر 6 موسيماني مشي، والراجل جه في شهر 6 مش في شهر 8 مش 8 ايوه بعد 3 شهور. ايوه امال ايه؟ شهر ونص 3 شهور. لكن هي ان انت هيتغلب 5 وتدعمه، هو ده دور الاداره في الوقت ده عشان كده. واخد بالك الاداره دورها يظهر بس في الأزمة. ده اللي انا بقوله، مش في النجاح، ما الانتصارات والنجاح. المدير الفني بان في الازمه. بص تصريحاته، مغلوب 5 وتصريحاته يا فندم يسرع زي ما يصرح. ما هو الاداره مش هاديه هتمشيه. انا بقول ان انت تدعمه وتعمل هيكمل بس دمه خفيف. نشوف ابو ضحكه جنان. ايه رايك نقول كولر ابو ضحكه جنان يا كابتن ولا ايه؟ يعني جيت على كولر ياسين اسماعيل ياسين ابو ضحكه جنان. نشوف ابو ضحكه جنان. عاملين زي الديوك والزجاج. حلو. عايز تقول حاجه لايمن اشرف؟ عايز احترم واقدره. بقى لسه بتكلم معاك بقول لك يعني الولد اصل اوحش حاجه ان انت تتمرن وانت عارف انت مش هتلعب موسم كامل وما تعملش مشكله وما تسمعش. هو ده فعلا ابن الاهلي يعني، وكل التحيه والشكر وربنا يوفقه يا رب. وما شفتش اخلاق كده يعني، لان انا عارف اللي مستبعد. انا قلت هيدي له ماتش ولا ماتشين زي ما هو دخل معاك في المداخله وقال لك. فان هو وما فيش مشكله
وبالعكس انا لما بدعم كانش في خناقه واضحه معروفه يعني كانش في حاجه لا مفيش وبعدين بيتمرن زي وزي اي حد فبيدي دفع اللعيبه نفسه شايفاه ان هو انا بقول لك مظلوم اكيد لان لما اجيب كريم الدبيس ولا باك ليفت اجيب خالد عبد الفتاح ولا ابو مساك وهو موجود الحاجات دي بتقهر اللعيب فلازم تعمل مشكله فانا كل التقدير ليه والتحيه ليه والله بجد شوف لقطه مع كابتن محمود الخطيب وهو بيحضنه يعني كابتن الخطيب على فكره قاعد معاه هو قال لي كده امبارح حتى في المداخله وقال له اللي انت عايزه حتى لو عايز تكمل انا ما عنديش مانع بس مساله انك تلعب او ما تلعبش دي بتاعه المدير الفني هو ممكن يقول بس يعني ما تقدير له ما طبعا يعني قال له يعني اللي انت عايزه فايمن اشرف قال له لا انا يعني همشي كعاد زوقيا من كابتن الخطيب طبعا وعايز يبين ان النادي مقدره يعني صح ليك تعليق ياخدها على ايمن خصوصا هقول لك معلومه يعني يعني كولر جه يوم 10/9 يعني جه في الثلث الاولاني من شهر 9 يعني واول ما جه كان في تجمع للمنتخب كان ايمن اشرف طب اشرف طول عمره في المنتخب ايمن مع أشرف فيتوريا في شهر 9 في معسكر المنتخب يعني لغايه ما جه كولر كان ايمن اشرف من عناصر المنتخب بص. يعني مش لعيب كبر او لعيب بعيد كان في المنتخب بس 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 زي ما يعني انا بص انا ما بحبش لعبه الخشونه ازاي ده والكلام ده بس مش لدرجه انه ما يلعبش خالص مش لدرجه انه ما ياخدش يعني زي ما كابتن عبد الجليل بيقول تدي ده وده وده وايمن اشرف لا فان هو قاعد وملتزم دي حاجه جميله اللي انا ملاحظه قمه التعاطف الغير عاديه مع ايمن اشرف ده يدل ان هو انه برضه في الاخر الاخلاق ان هو انسان كويس قبل ما يبقى لعيب كويس الاخلاق برضه ما انا بقول لك تعاطف بيحب اللعيب الاخلاق تعاطف غير عادي والنهارده اللقطه مهمه جدا ان هو يجي النهارده يجي يحضر باولاده عايزين نتكلم عن حكايه الولاد دي ده دليل ان هو خلاص عايز يخرج من باب الكبير ومهم جدا جدا ان انت تخرج من باب الكبير ما تخرجش من باب صغير حتى لو انت رايح النادي المنافس بقول لك حتى لو راح المنافس اخرج من باب الكبير ما تخرجش من باب صغير ابدا تضمنش بكره في ايه ما تضمنش المنتخب رايح فين انت رايح لا وفي تقدير لتاريخك مع النادي ولجمهورك طبعاً. طبعا فهو يعني خرج من بافضل طريقه يعني حتى لما سعد الفقاعي في المداخله قال لي ايمن اشرف من اللعيبه اللي تخبط على الباب تدخل اي وقت الزمالك ما كلموش في المستقبل لا ما اعتقدش لا هو قال الزمالك كلمهم مش مسؤولين برضه عشان حق يقال وقال وكلاء حاولوا ان هم يقربوا بحيث ياخدوا موافقته فيعرضوا على الزمالك لكن هو قال لك انا يعني صعب بالنسبه هو صعب انما ده خلاص ايمن كمان من ناشئين الاهلي مش من عارف من صغره يعني من هو عنده 7-8 سنين يعني في الاهلي انا عارف هو انما هو لعيب زي ما خضره بيقول اللعيب لما بيبقى لعيب معروف كبير واخلاقه عاليه واخلاقه عاليه زي وليد سليمان كده الجمهور بيبقى حبه بعيد عن الالوان يعني طبعا طبعا جمهور الزمالك بيقدروا الجمهور وخلي بالك يعني هو برضو هو ذكي هو حتى لو راح لعب الزمالك هيلعب سنه بالظبط كده اتنين سنتين بالظبط ولا يتحسب اهلي ولا زمالك ولا تحس انه خلص خلاص فهو هو خلاص يعني هي وبعدين دلوقتي غير زمان دلوقتي بقى في فرق البنك الاهلي وسيراميكا وفاركو بتدي فلوس اكتر من الاهلي والزمالك بتدي فلوس اكتر من الاهلي والزمالك هتمشي بس امام هيلعب 6-7-8 سنين يا عم يلعب ان شاء الله يلعب 10 سنين هو حد بص ما حدش يقلل من امام خالص كلاعب نهائي بس ايوه المهم دماغه برافو عليه دماغه بقى دماغه اللي هتكمل زي ما بقول لك حتى لو انت بقيت في الاهلي اوعى تنسى ان انت كنت لعيب في الزمالك اوعى تنسى ان انت لعيب في الزمالك يعني النهارده مش من الذكاء انك تروح الماتش ليه؟ اقول لك ليه هو انت رايح تحتفل بالدوري مش كده لا هو لا 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 لا, لا, لا يلتقي بالجمهور لا 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 ممكن يلتقي باي حاجه غير في اول ظهور يا فندم استناني بس هو بتوع اوروبا لما بيجوا يا عم اوروبا مين بس صلي على النبي استناني بس استناني دلوقتي هو رايح الدوري انت رايح ما انت نازل الملعب مع اللعيبه تحتفل بالدوري بس حتى يا فندم يا فندم اسمعني حتى لو ما بيعملش بيحتفل بس كده هو لا هو اللي بيعجبني فيها هو اللي بيحتفل لما طب ايه المشكله طلع ياخد بديل يا كمان ولا فين المشكله بس ولا شيل الدرع لا ممكن كان ممكن يشيل الدرع لو يا باشا اسمعني اسمعني لا ده يبقى بقى يعني عايز بقى يتعالج لما ياخد الدوري يجري بيه ما انت خسران الدوري ده انت رايح تحتفل بالدوري اللي انت خسرته فانت ما ينفعش تحتفل بالدوري اللي انت خسرته او حتى تقرب هو لعيب في الاهلي دلوقتي يا فندم من الموسم الجاي مش دلوقتي يا فندم دلوقتي ايه مش مضى. يعني كان يلعب النهارده لا مضى كان يقدر يلعب النهارده لا بس هو مضى خلاص بس كان يقدر يلعب النهارده هو ايه لعيب في الاهلي دلوقتي طب ما نزلش ليه النهارده الايه وهو في اي اداره ثانيه مش دعوه كانوا ممكن يكرموه مش دعوه بقى انا انما ده كان عجبتني كرامه اللعيبه كان دي انا بقول كان يقدر يلعب النهارده انت ليه رافض فكره انه كان يحضر ليه شايفها انه ما كانش انا لا انا ملهاش لازمه ليه؟ احضر الماتش اللي جاي اللي بعديه انا احتفاليه الدوري نفسها طب ليه
برضه ليه؟ يعني ايه يعني انت كنت بتسيب الدوري بقى مش عايز تسيب الدوري تاخد الدوري؟ لا هو مشي من يناير، هو مش جاي من الزمالك. ما هو انت الدوري ده مش جاي من الزمالك. ما هو انت يا فندم انت خسرت الدوري ده. هو الكلام ده لو في الدوري الدنماركي انت خسرت الدوري. هو لما مشي ما كانش لسه خسر. طب هو انت قدمه باي طريقه ثانيه غير ان انت في الاحتفاليه؟ المانع برضه انه راح الاحتفاليه، هو راح لعب برضه، ايه المانع؟ يعني هو راح في انا بقول ما انا بقول لك المانع، الجمهور شافه وشافه. ما انا بقول لك المانع يعني يوم المانع، انا بقول لك المانع هو ايه اللي انا قلته ولا هو ما احتفلش بالدرع؟ هو أقول تاني. حتى لو احتفل أقول تاني. لا فرحان لزمايله، فرحان لناديه. زمايله هم مين؟ بقوا زمايله خلاص ما زمايله دلوقتي زمايله. يا باشا يا باشا ده خسران الدوري ده، استنى ما انا بقول لك وجهه نظري، استنى واحتفل براحتك. ايوه الكلام ده تقوله يا كابتن لو كان طلع استلم معاهم الدرع. يا دي الدرع اللي مزعلك ان انت رحت، انت رايح احتفاليه واداره الاهلي ما كانتش عايزاه يجي. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. لو شقيت هتفتح يوم 27؟ اه. طب مش امام ممكن تسجل في الاهلي يوم 27؟ هتسجل اه ساعتها. طب شوف يلعب مع الماتش الداخليه يوم 30؟ بيراميدز ولا الداخليه؟ الداخليه في الكاس. اه فممكن يلعب. ما اعرفش بقى دي انا ما اعرفش دي يلعب بقى الكاس. لا ما هو الكاس يلعب سنتين ولا مع الزمالك؟ لا ما انت هتلعب الكاس. هو كاس ما اعرفهاش برضه، دي نسال فيها برضه اللي هو ايه. اه هو ممكن كل لاعب مع الزمالك في الكاس في الدور 32 مثلا. لا الكاس ماتشاته مع القيد. اه ما اعرفش. اه ممكن مع القيد. ما هو وصل الداخليه عنده لعيبه مشيت مثلا. الداخليه عنده ماتش هو مش هيلعب الكلام ده في افتراضات. ما الداخليه عايز ياجل ليه الكاس؟ الداخليه بيقول لك انا مش بقى عندي غير 10 لعيبه، في لعيبه هتمشي، لعيبه معارين، لعيبه هتمشي. هنفترض اتحاد الكره اصر على الماتش، الداخليه هيضطر يعمل ايه؟ انه يقيد يوم 27 لعيب عشان يعرف يستكمل، عشان يعرف يلعب. تمام. فامام ممكن يلعب عادي. ما يلعب يلعب ان شاء الله يلعب بيجيب 100 جول. انا قلت برضه عادي يعني. وانا قلت لا انا بقول لك انا وجهه نظري، انا وجهه نظري كان من الافضل ليه ان هو مش الاحترام لجماهير الزمالك. خلاص هو خلاص هو بقى يعني قصه هو جماهير الزمالك خلاص الموضوع انتهى. لكن انا بقول لك انت رايح ده انت الدوري ده خسرته. فاستنى اصبر ما هتجي لك مليون مناسبه مليون. حتى انت بص لما الكاميرا تيجي عليه هو موقف صعب. هو طبعا مخضوض بقى. ايوه في خضه في خضه طبعا. يعني انا اول ماتش ليا مع الزمالك ضد الاهلي، تعرف الاهلي بيبقى هنا والزمالك هنا واحنا نازلين. والله يا استاذ خضري انا نازل مع الزمالك خدت سنه في اول ثانيتين ثلاثه الناحيه دي. انا سنه متعود كده والله، ورحت مغير خطوتي. فهو زي ما انت بتقول هو نازل طبعا جمهور واهلي واحمر، هو طول عمره متعود ابيض. الحاجات دي بتفرق باينه من نظرات عينيه. طيب عايز اتكلم على نقطه بس انا شايفها عاديه. انا شايفها مش عاديه خلاص، ما هي عادي عادي تحترم. لان هو اللي عمل اللي اتكلم على حاجه غلط ولا شاور اشاره غلط. انا شايف ان اي فرقه بتجيب لعيبه ولا شاور اشاره غلط بص ولا حاول يبان يعني ان هو يجامل جمهور الاهلي. يا فندم وقعد في المقصوره شويه ونزل مع زمايله كده للجمهور وطلع. انا نفسي مره تقول اي حاجه على الاهلي مش يعني ممكن. لا الموقف قبل يعني عادي قبل يعني ايه مدينا. طب فيها ايه يا سيدي؟ مره إيه؟ مره بس مره ما علينا. المهم ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه، كل حاجه ما فيهاش. الصفقه اعلنت رسمي. مش انا قلت ما اعلنتش. هو مش جاي من الزمالك. انا قلت يا فندم ده جاي من ميدلاند. وانا قلت ما اعلنتش. انا بص انا قلت تاني للمره المليون هو الراجل يعني من الحاجات الصح اللي قالتها اداره الزمالك انه يا جماعه امام مش جاي من مش ماشي من صح ايه صح ايه امام هو ايه اللي صح؟ ايوه اخر نادي لاعب. هو ايه اللي صح؟ اداره الزمالك بتقول لك هو ان امام يا سلام مش ماشي من عندي. انا رحته في يناير وراح من ميتلاند. والله لا طبعا رايح من ايه؟ رايح من الزمالك. لا اكيد طبعا اكيد طبعا أكيد. ايه لا بتفقد نفسك بتفقد الاتفاقات. لا انا عارف انا بقول زمان ايه. ايه طيب قول. انا بعرف انا بقول ايه. لا انا برد على شبان ان هو بيقول ان اداره الزمالك صح. انا بقول كده اداره الزمالك المسؤول الاول المتهم الاول ان التفريط في العيب بكواليتي وسن امام عاشور، ان انت تسيبه يروح وبعدين تسيبه يرجع وبعدين ما تضموش و الكلام ده تقعد رايح جاي. وبعدين تقول لي اداره هتضمه ازاي؟ ايه هتضمه ازاي؟ يعني ضمه ازاي ايه؟ يعني واحد بيقع في يناير ب 3 مليون دولار هيرجع لي في مارس مصاب ارجع 3 مليون دولار لميت لان داخله تاني؟ والله لا اسيبه ليه اصلا؟ ابيعه ليه اصلا ليه؟ لاي سبب يعني زي حمدي فتحي مشي ليه؟ والله يعني لاي الاهلي باع حمدي فتحي ليه؟ لا قصه مختلفه. انت لعيب انت ما عندكش غيره وانت في ظروف ان شاء الله لظروف ماليه. هو الكلام ده حمدي فتحي جاب بطولات وبتكرمه. هفترض يعني انت شايف انك هفترض يعني مالية. انت شايف ان اداره الزمالك بريئه؟ لا خلاص انت بريئه خلاص. بقول لك انا على فكره في اي حوار عقبال ما يسيبوا زيزو ويسيبوا. لا انا في اي حوار بحاول اكون الطرف الاخر مش عشان خاطر. لا انا قصدي في كذا حلقه قبليه انت لو بصيت على ازاي يبيعوا طب ازاي. لا يا كابتن على ايه انت بتقول؟ ايه يا جماعه هنفترض انت بتقول ايه؟ لاسباب واحتياج النادي لروافد ماليه هنفترض. طب فين الفلوس دي؟ عنده ازمه فين الفلوس دي؟ ذلك التوقيت واحتاج فلوس. هنفترض
فوافق على عرض امام عاشور. هو فكوه باربع ثلاث اربع لعيبه، والثلاث اربع لعيبه طلعوا مش قد فين ثلاث اربع لعيبه؟ مفيش ثلاث اربع لعيبه، لا لا ده جم قبليه. مش الفلوس، مش في مرتبات للعيبه اه، فانت كل ما تجيب مرتبات بقى تبيع لعيب. طب هتبيع زيزو وبعدين هتبيع فتوح ولا تبيع، ولا ده يبقى فشل اداري؟ فشل اداري عمره بيعمل كده. انا مالي مال الاسماعيلي، انت الزمالك مالي مال الاسماعيلي، مالي مال الزمالك، لكن ده فشل اداري كامل. الاداره تتحمل المسؤوليه كامله عن امام عاشور. امام عاشور ان هو يروح الاهلي حقه ان هو يرجع مره واثنين وثلاثه ويشوف مستقبله. هي صفقه دور على النادي الاهلي، النادي الجماهيري، البطولات، الفلوس او الكلام ده، خلاص ربنا يكرمك. بس انا بقول لك هي اللقطه دي بس يعني. طيب هسالك سؤال. انت مع انه احنا مثلا بكتب جيل برضو شاركنا اتفضل ارينا وشفنا حتى على السوشيال ميديا ان في بقى يعني ان شيكابالا الغى المتابعه بتاعه امام عاشور مع مثلا انستجرام والكلام ده. انت مع الفكره الاول قبل ما نروح للخضري؟ لا طبعا، لان الخضري كده عنده تفاصيل. انت لا مع الفكره؟ لا، لو كده بنفس السيناريو اللي بيتقال ده، لا الصداقه والاخوه شيء والعيش شيكابالا طبعا بيكسب ود جمهور الزمالك، مع ان شيكابالا مش محتاج الحته دي، بس لو عمل كده. شيكابالا رمز في الزمالك ورمز جماهيري وكل حاجه، بس انا وقام حاطط صوره، وقام حاطط صوره للجمهور برضو، وانه الجمهور يعني رضاهم ده الاهم. أو ما احنا متفقين ان هو مش جاي من الزمالك، فانت بتعمل ليه كده شيكابالا؟ ده اذا كان هو فعلا يعني ايوه ما انا لا ما هي يخص الزمالك. طب انت ايه رايك في الموضوع؟ لكن انا انت جاوبت، انت جاوبت طبعا، وهو الكابتن عبد الجليل كلامه صح. لو لعيب، لو اي لعيب تاني، لكن شيكابالا بيتعامل ان هو رمز، ان ليه دور ليه والكلام ده، فبيتعامل في كرمز وبيقدر الجمهور في موقف وبالظبط اه. لكن هو لو اي لعيب تاني وكلهم اصحاب، خلي بالك تاني هم بيتكلموا، وخدت كام ما خدتش كام. بس شيكابالا الوحيد اللي عمل كده صح؟ وعمر جابر. هو عمر جابر آه. اوكي اه كنت عايز اتكلم بس على النقطة قبل ما دي الصورة اللي حطها شيكابالا. انا يا جماعة انا مش شايف من بعيد، انا نسيت كان كاتب جمهورك اللي باقي. جمهورك اللي باقي، جمهورك اللي باقي، ده البوست اللي عمله بعد ما الغى وعنده كم متابعة سنة. مين؟ ما امام، امام 25، جيل محمد عبد المنعم وجيل اكرم توفيق. جمال عبد الحميد كان ليه جمهور في الاهلي، بس لما راح الزمالك بقى ليه جمهور الدنيا والدين. امام ليه جمهور الزمالك، بس لما هيروح الاهلي ويلعب له 5-6 سنين ياخد بطولات هيبقى خلاص جمهور. بس برضو عليه ان ينجح فنيا زي جمال عبد الحميد. طبعا انا بكلمك يعني لو نجح. بص هو النهارده هو مروان لما جه حد يتوقع ان يبقى بالكفاءه الوقت جماهيريه مروان عامله ازاي؟ طيب نمره واحد. فانت برضو انت وقال لك حاجه جميله وانا قلتها في ايدك المفتاح برضو. انت في ايدك المفتاح، سلم دماغك المفتاح يعني للسيستم اللي انت الجمهور داخل عليه. صفقه جماهيريه 100%، نجم كبير 100%، بس الجمهور ماتش 2-3-4 ما اديتوش مش هيصبر عليك. تمام، فلازم تديله. عايز اتكلم على حاجه في الاحتفاليه. احتفاليه جميله جدا وشيك جدا ومرتبه، الاهلي بيعرف يرتب الحاجات دي كويس، والشركه الرائعه برضه. الشركه بس الاهلي عنده ادارات متخصصه. طبعا طبعا دي ميزه الاهلي برضه، من مميزات الاهلي. اكيد طبعا عنده ادارات متخصصه في الحاجات دي. ده اكيد. واهم حاجه فيها عجبتني حضور اسر اللعيبه اهاليهم، حاجه في منتهى الرقي والشياكه. الكابتن محمد يوسف قال لك انه كابتن يوسف المداخله ولا كده داخل معاك الناس كتير النهارده، قال لك انه حتى ده تقدير طبعا لاسر اللعيبه اللي اتحرمت. تمام. من النجوم دي على مدار السنه يعني. النهارده كل ما هو دول برضو ابطال. طبعا ابطال. لا ابطال طيب، لا ده ابهات برضو. ما خد بالك انت معسكرات وسفريات وصحيح ابهات في الاخر. طيب. وعندك ولاد ومدارس. ده العسل، خد بقى حته السم. ايوه لا حته خد الحته دي دي حته العسل. ده انا العسل كله اهو حاجه كويسه وتنظيم. هيدي السم. انا بقى استعدنا للسم. لا لا الف له يعني. لا لا طبعا الف له. اتفضل حضرتك هتسيب لي الطلعه بالليله دي. لا دي انا زي ما بقول لك شياكه فعلا، وزي ما قلت حقهم يحضروا. انت الكابتن او الاخ احمد مجاهد. يا انا والله كنت عارف ان انت هتقول كده. ليه مش نخليه يكمل؟ طبعا خلاص انت خش لغايه دلوقتي. انا عايز تبرير انت تمنع اسر وابناء وابناء وزوجات لعيبه الزمالك، وموقف لهم الناس بتوع الامن ما يخشوش ويزقوا فيهم. هم يزقوا فيهم ليه؟ هم مثلا ما عندهمش هدوم يعني؟ العيال الصغيره دول جايه مثلا بهدوم مقطعه ما ينفعش تطلع في التلفزيون يعني؟ انا مش فاهمها لغايه دلوقتي. انت ايه اللي عملته ده؟ انت مدرك اللي عملته وسببها وقفت شيكابالا؟ ده اجمل ما في الاحتفال النهارده الصوره بتاعت الاطفال
وهم بيتصوروا كده مع الدرع ليهم بعد 10 سنين بعد 20 سنه وفي العالم كله في اوروبا بنشوف شفنا صلاح واولاده وبتاع. لا بنشوف مشاهد دي في كل انت ايه اللي عملته دي. انت ايه اللي عملته بقى؟ انا اقول لك على حاجه. ليه ليه بص. ليه ده ليه ده يعني ليه تعمل كده؟ بص المهندس احمد ده النهارده انا شايف واحد يعني لعيبه معاه والدته ومعاه خالته ومعاه بنت عادي حلو كويس. انت بقى ليه المشهد المؤسف اللي شفناه ما عدى بعيد بس الذاكره هي اللي بتحكم يعني. بص احنا لسه من شويه احنا بنتكلم بنقول ايه الاهلي انت قلت شاطر في دي فالاهلي ما بيسيبش حاجه للصدفه. برافو عليك. يعني الاهلي ما بيسيبش الاتوبيس يروح كده ببركاوي وهيخش ولا مش هيخش. الاهلي بيرتب. بص اتحدى وانا ما اعرفش ما عنديش معلومه اتحدى ان الاهلي بترتب لها من يومين ثلاثه مع استاد القاهره ومع الامن بتاع استاد القاهره واعتماد الدعوات وما واداره المراسم واداره المراسم مع الرابطه والناس اللي واقفه على الباب وموقف ناسه فيه. وعامل سيناريو مرسوم وانه هيخش من الباب الفلاني ومدرجهم المكان. الاهلي شاطر في طب ومين الزمالك مين قال لك ان الزمالك ما كانش مرتب وان هم كانوا اصلا في المدرج؟ لو مترتب ما يحصلش. مين قال لك ده؟ هو طلعت في دماغه كده؟ لا عشان ده ما عرفوش يدخلوا. ده ما عرفوش يدخلوا. ده ما عرفوش يدخلوا. ده كان الاول على الباب وبعدين قعدوا في المدرجات. دخلوا خناقه من جوه. على الباب هو التوتر جه منين؟ ان اللعيبه عرفت انه اهلاوي بيتخانقوا بره مش عارفين يدخلوا. فشيكابالا توتر من ايه هو وزمايله ان هم عرفوا انه مثلا اللي زبطه بعد ما دخلوا مش هينزلوا الملعب وبعد ما دخلوا في المدرج مش هينزلوا الملعب. هي متنظمه من قبلها بيومين ثلاثه. انت ليه هو ليه 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 مش عايز تقول ان ده غلط من احمد؟ ما غلط جدا. لا بالعكس. ليه بنروح بعيد قوي؟ اصلي وفصلي بنقول لك بجانب خطا. طب يا عم غلط يا عم غلطوا والولاد واقفين اهو زوجاتهم يقول لك لا مش هينزلوا اصل دول وحشين ما عندهمش هدوم. ده خطا. احنا انا بقول لك لو ما عندهمش علم يفتحوا اللي بس كده. احنا متفقين مراته وامه وبتاع. احنا متفقين ان ده غلط. فيها نقاش دي ما فيهاش نقاش. بس ليه بقول لك كده؟ اولا دول داخلين معاهم تيكت دعوات فكل برضو يعني مثلا انا انت هتجيب مين؟ الكابتن عبد الجليل. هجيب زوجتي واختي يا فندم. الناس كلها جايه في باص مع بعضيها ومع يعني الناس لا انا مذكروا زوجات اللعيبه مش كل واحده جايه لوحدها جايه في باص بس برضو متجمعين في النادي وجايين باتحاد الكوره وقتها ما فيهاش هزار. بس الحاجات دي لازم تترتب برضو يا خضري. الحاجات دي لازم تترتب. ما ترتبها كبيره يا فندم جايين في باص وكده. انا مره شفت مؤتمر صحفي زمان كان لا ماليش دعوه بالمؤتمر الصحفي. مصر كلها ما فيهاش مؤتمرات صحفيه. لا فاكر لا يعني اللي بتتعمل في اللي بتتعمل في الاستاد دي مؤتمرات صحفيه. الترجمه في ماتش الاهلي اللي قعد الترجمه دي اللي قعدت يعني اكيد فاكر يعني مش عايزين نقول مين يعني فاهمني كانت حاجه يعني من 20 سنه مش قبل الجيزه ده من قبل الجيزه بس فانا انا لكن ارجع تاني اقول الاحتفاليه هايله مرتبه هايله الراجل ده 25 سنه بنشوفه من واحنا شباب فاكر فاكره على هو يا غالي عيسلك بقى يسلك بقى لا 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 بس هو بيتكلم في حاجه صح أيوة لا, 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 لا لا حاجه من سنتين بس اقول لك انا لو رئيس اتحاد الكوره او انا مسؤول يعني من الكياسه برضه الله افتح بص الابواب اولا لا غير نفتح الابواب اولا انت دايما وانت مسؤول يا كابتن حتى لو في خطا قدامك بس انت في امر واقع واحتفالات الدنيا كلها احتفالات الدوري وتسليم درع ونادي الزمالك وجماهير وكاميرات بتصور من الكياسه ان انا احل القصه فورا بالشكل اللي ما يعملش توتر ولا خناق كان اداره معينه انا معاك احمد مجاهد يعني فاش ترباس الدماغ بالظبط يعني كان ممكن اقول له يا كباتن لو سمحتوا تعالى يا فلان يا فلان يا فلان اطلع مع الاداريين فلان وفلان وفلان دخل الاسر وهم هيبقوا عارفين مثلا يعني كنت اقدر ألمها بسرعه حتى لو انا عندي خطا في التنظيم يا عم شباب بس مش هيظهر على الشاشه يعني هو احنا الناس نسيت الدوري ونسيت تسليم الدرع واتكلمت في خناقه شيكابالا خدت فيها 8 ماتشات واتكلمت في خناقه احمد شيكابالا خدت فيها 8 ماتشات مشاكل في الرابطه كتير برضه قبل كده في حفل الفطار والبتاع بس كنت اقول اقول لا بس كنت بلمها ازاي ايوه بذكاء هو ده الذكاء في مشكله واحد صاحبك كان متربس فاكر في لم بسرعه بس انا قعدت بسرعه عندكم في المطبخ بس انما ما بتتعملش على لا عشان اتلمت عشان ده ثانيه اتلمت انا قمت بقول لك ايه ده بيتكلم على واقعه الوزير تبوظ الاحتفاليه قاعدين وناس قاعدين واقعه بص تبوظ الاحتفاليه قفل بيواجه قفل ايوه دماغات انا بطرف عيني وانا رئيس الرابطه انا بطرف عيني قمت في ثانيه خلصت الموضوع في ثانيه انا كمان انا لو رئيس اتحاد كوره خلص ازاي يا استاذ بقول لك ايه يا استاذ شبانه انا لو رئيس اتحاد كوره وانا عارف ان شيكابالا ده زنجيري شيكابالا ده ما يعني لا لا وكابتن نادي الزمالك اخده وكابتن
تعالى شيكا وتفضل، بس برضه كان لازم تتنظم يعني بشكل برضه الاحتفاليه، عشان برضه انا ما بقولش كده الاحتفاليه النهارده منظمه كويس، وحكايه ان الولاد والاسر دي لازم دي مكافاه ليهم، زي انت بتقول يا شباب انا طول اليوم طول السنه بيتفرجوا على التلفزيون وكده. انا لازم اختم ما لسه شويه سنه على فكره عايز يفتكر لك حاجة. لك تعليق ان الاهلي بيجيب الوقت السوزة المهاجم البرازيلي هيوصل المفروض يوم السبت. كابتن عبد القادر قال لي مين؟ ايه؟ توتا؟ لا ده جاي يوم السبت بعد روح تذكره، بس في حاجه 50-50 انا البرازيليين ما اضمنهمش لو مش فرز تاني. مفيش كينو، مفيش برازيلي جه مصر. لا 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 كينو ده فرز تاني هناك، بس لا هنا مفيش برازيلي جه مصر تألق او يعني كينو كينو ده حته لعيب، يعني في برازيليين جم كتير لعبوا عندنا في مصر، اهلي وزمالك لعبوا كتير، ما عملوش حاجه، محدش علم غير كينو. اتمنى ان اخرهم سافيو يعني اخرهم كان سافيو. لا لا انا قلت لك سافيو جاي من برازيل المحطه. لا يعني 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 صفقه زي دي وكولر مصر عليه. كان مصر على موليكا الاول، وبعدين نمره واحد عنده موليكا، نمره اتنين سوزا. واضح ان الراجل ده منظم وعارف، وانا شفت هدف لسوزا ده من اسبوع، يعني لسه شغال في الدوري الكوري وبيلعب في كوريا كوريا الجنوبيه او في الصين يعني حاجه من كوريا الجنوبيه كوريا، جاب جون سهل وكل حاجه، بس من اسبوع هو رجليه ماشيه في الاجوان، وحتى هو جايب 5 اجوان وما بيصنعش، مش جايب عامل اسيست. فانا اتمنى، بس انا بقول ان هيبقى 50-50. انت مش واثق 100% في النجاح؟ مش يعني شوف امام عاشور بقول لك هيدينا 6-7 سنين ان شاء الله. انت شايف ان الاهلي هيعمل صفقات قويه السنه دي في اصل هي مثل الاهلي اللي زي السنه اللي فاتت مش بيعمل بالكم بالكيف، فهو الراجل عايز 3-4 بالكتير، فهو خلاص يعني امام هيبقى عايز مهاجم سوزا، عايز سوزا مصر خلاص، عايز شكري خلاص، عايز جناح، عايز يرجع باكليفت يعني، وعايز يجيب رضا سليم بتاع المغرب. انا مش انا ده ما يعني انا عندي هنا جناحين وعندي هنا جناحين. انت شفت رضا سليم؟ ما شفتوش، بس بيقولوا لا كويس من جدا. بس انا قندوسي بس يطلع اعاره لازم أنا لو جه. لا لا ما هو الاتفاق كده، لو جه اي حد بس انا عندي الجناحين في اليمين والشمال مليانين. هو كابتن بيتكلم على 70 ماتش على الاقل، 75 ماتش قال عنده 75 ماتش في الموسم الجديد، يبقى اجيب واحد باك ليفت تقيل حتى لو محترف. شكري راق، ما شكري هيراجع من سيراميك، ما يشيلش. طيب عارف انا نفسي في مين؟ بس خليه كمان 6 شهور. خليه ايه؟ كمان 6 شهور ان شاء الله. احنا مصدقنا سكتناه. لا ما تقلقش، الحلقه الجايه هتلاقي مفاجاه في اللي انت بتقول عليه ده. هنعمل اتفاق من دلوقتي ولا ايه؟ لا لا مش من دي خلصانه برضو بشياكه. ماشي خليها مفاجاه بقى. ماشي كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا. شكرا استاذ صديقنا الاستاذ احمد الخضري، شرفتنا ونورتنا حبيبي جدا. طبعا شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام 11:00 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.